بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. ويبدو أن الحرارة ليست حرارة الجو فقط، وإنما ذلك الجو الساخن جدا لكرة القدم مبكرا. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، وأهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة. حرارة مرتفعة ليست فقط في الطقس زي ما قال الباشمهندس عدلي، لكن في الساحة الرياضية عامة، في كرة القدم بالخصوص. يمكن الموسم بدأ بدري أو انتهى متأخر، لأنه الحقيقة محدش عارف هو ده امتداد الموسم القديم ولا بداية الموسم الجديد. محدش عارف يمشي آمن أو مآمن يمشي فين. الدنيا دخلت في بعضها يا باشمهندس. شوف، حالات الترقب كثيرة جدا جدا، وحالات الحماسة الشديدة التي تصل إلى حد التوتر وصل للجماهير. وصل الجماهير، عشان كده هنحاول في محتوى حلقة الليلة نطمئن كل الجماهير على كل أحوال الأهلي والكرة المصرية عامة. حلقة مهمة، هذه أبرز عناوينها. فقط مجرد بداية، عندما يقام النهائي في دور 16، ما بلاش نتكلم في الماضي. تتويج مستحق وأسباب موضوعية. أجمل هدف خارج الملعب، أزاروا أرقام وحقائق، ولهذا هو الأهلي. محتوى نتمنى إن شاء الله إن احنا نقدر نناقشه مع حضراتكم سريعا، ويلبي لكم كل تساؤلاتكم، ويحقق لكم كل الاطمئنان على الاهلي ومسيرته ومستقبله ان شاء الله يا باشمهندس. كنا بنتكلم على سخونه الاحداث. ما بين ترقب من الوسط الرياضي وارتياح وعدم ارتياح، ويصل الى بعض الاحباط ارتياح وارتياب. اللجنه الخماسيه المزمع انشائها بالاتفاق مع الاتحاد الدولي كما قيل، لقيادة سفينة كرة القدم في مرحلة انتقالية شديدة الأهمية والحساسية، ويعول عليها لإصلاحات كثيرة في مجال كرة القدم، ونتمناها أن تكون خطا فاصلا بين ما سبق وما نتمناه فيما هو آت، لأن مصر تستحق مناخا كرويا ونظاما كرويا أفضل بكثير مما نحن فيه. الذي أريد أن أوصي به إذا يعني من كمواطن أو أقول رأيي، مش لدرجة الوصية أو التوصية، نحتاج إلى أن يكون رئيس هذه اللجنة رجل دولة بالمعنى الحقيقي. رجل دولة. ومش مهم للجنة إدارة اتحاد الكرة. ومش مهم سنه. يعني أتمنى حتى أكون محنك، بحيث إنه ما يرأس لجنة يبقى بالهيبة والمكانة وصدق التوجه وعمق الخبرة، يبقى بيخلي كل الترابيزة في هذا الإطار. ناس تبعد عن انتماءاتها تماما وتفكر فقط في صالح الكرة المصرية. والله العظيم يعني يشتط ذهني إلى الشخصيات الناجحة جدا في مجال السياسة والرياضة. ولما لا؟ وقد رأينا الجنزوري، الدكتور الجنزوري، والمهندس محلب، والمهندس شريف حبيب، يعني والكثيرين من الأسماء، الأستاذ ماجد النجاتي، أسماء أي واحد منهم. أنا لا أرشح أسماء، أنا بقول هذا هو الموديل. شوفوا مين تاني، اللي هو محمد عبد السلام كده. حاجة إن الناس لما تقعد قدام حد بيفكر بشكل مجرد، حتى لو له انتماء، مش هيحطه على الترابيزه ابدا لانه رجل دوله. اتمناها كذا، وربنا يوفق، ويعني يوفق الدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه في انه يتوصل الى لجنه تقود السفينه فعلا، ما تكونش ظل ولا امتداد ولا محلل لاي نظام سابق. شوف يا باشمهندس، هو زي ما قلنا قبل كده، ان لم يكن الان فمتى؟ يعني اذا ما كانتش هذه الفرصه في هذا التوقيت بهذا الشكل فرصه مواتيه لاصلاحات حقيقيه في كره القدم، هيكون امتى تاني؟ عندك فراغ في الساحه الرياضيه،
عندك أصحاب المتهمين بالمنافع والمصالح في مجلس الإدارة استقالوا، أصبح المسألة عندك فرصة سانحة كاملة لترتيب أوضاع البيت الكروي بشكل كامل، بحيث أن المجلس اللي يجي يجي على نظافة ويجي على أوضاع إدارية مستقرة. كل اللي انت عايز تعمله في منظومة كرة القدم في الهيكل الإداري وفي مسابقاتها وفي لجانها وفي تفعيل آليات العمل الحديثة فيها كلها، إن ما تمتش دلوقتي صعب تتم مع مجلس منتخب عنده مصالح في الجمعية. العالم الآن يتطور إلى درجة أن يقود التحكيم في السوبر الأوروبي في أهم مباراة طاقم من السيدات وينجح. صحيح. مش إنه بس يقودها عشان يعني أكنه بياخده تجربة وينجح. ده إفراز لإيه؟ إفراز لنظام مستقر واحترام لتقاليد اللعبة، لأن كان ممكن جدا كل عناصر اللعبة ما تساعدش هذا الطاقم، ولكن الثقافة، الإحساس بالعدالة، الموروث، الفير بلاي، كل معاني الرياضة الجميلة السامية تم ترسيخها، وبعد كده وصلت إنك تقدر تجيب طاقم سيدات يحكم في مباراة تبدو الأهم على الساحة الكروية العالمية. صحيح. بمناسبة الحكام والتحكيم، يعني أنا استغربت إنه ما إن أعلن اسم كابتن سمير عثمان رئيسا للجنة الحكام الجديدة حتى طرده الاتهام، أصل ده كان شغال في قناة الأهلي. طيب كان الراجل بيأدي عمل احترافي، كان بيحلل الحالات التحكيمية في المباريات كتير، في حالات كتيرة ده يتفق معانا رأيه ما كانش في صالح الأهلي. بالعكس، ده أنا كنت بتغاظ منه ساعات والله، يعني وده عمل احترافي قناة الأهلي اشتغل فيها في استوديوهات التحليل الكابتن طه بصر عليه رحمة الله، ما حدش يقدر يشكك في زملكاويته. اشتغل في فترات كمحلل لكابتن حلمي طولان، ومحدش يقدر يشكك في زملكاويته. في فرق بين واحد بيأدي عمل احترافي وانت تقدر تنسبه لهذا النادي او ذاك. والا ما الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه لغايه لحظه توزيره، لغايه لحظه اعلان وزير للشباب والرياضه، الراجل كان مسؤول في دولاب العمل، في دولاب العمل بنادي الزمالك، وهو ابن نادي الزمالك وله تاريخ في نادي الزمالك، وراجل محترم جدا. شغله لمقعد وزير الشباب والرياضه ما اثرش عليه، وبيدير المساله في منتهى الموضوعيه بمنتهى الاحترام والتقدير للنادي الاهلي ولكل الانديه. ما حدش قال ان هو منحاز لهذا النادي او ضد هذا النادي اطلاقا. ف يعني اذا كنا احنا بنتكلم على وزاره للشباب والرياضه ادارتها اهم او اقل من اداره لجنه حكام، هو ده المعيار؟ طيب ما هو اشرف صبحي الراجل ناجح وعلى درجه عاليه جدا من الموضوعية في أدائه والنزاهة. نفسنا بقى الناس تبص للمسألة بمشمولها، مش فقط إن أنا عايز أضغط على سمير عثمان وفقط عايز أهدد لجنة الحكام فيبدأ الاتهام المعلب المبكر. لا، ما أنت عارف المعلب وما بصش وما بصش لبقية الحالات. يعني هو مش بيناقش أحداث، ده بيناقش بيناقش إن توقعه موسم مش عارف كذا كذا كذا. والله طيب عموما دعنا نرى. عموما الاهلي بيستعد بجديه كبيره جدا لمباراه السبت في كاس مصر مع بيراميدز، المباراه اللي اتاخرت كتير جدا. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره عقد جلسه مع الدكتور خالد محمود النهارده طبيب الفريق عشان يطمئن بشكل كامل على احوال اللاعبين، ومستر مارتن لاسارت المدير الفني ايضا عقد اكثر من جلسه مع بعض وحدات من اللاعبين حسب المراكز، واهتم في التدريب اللي حضراتكم شايفين جوانب منه على بعض الأمور الفنية الخاصة. علي معلول ورامي ربيعة نجمي الفريق انتظم في المران النهاردة بعد ما كانوا حصلوا على راحة للاستشفاء. لسارتي كمان خصص فقرة في التدريب على الكرات العرضية وعلى بعض الجوانب التكتيكية. ده فيما يخص استعدادات الأهلي لمباراة مهمة جدا يوم السبت مع بيراميدز، هنأتي عليها بالتفصيل. لكن كرة القدم ما تنسيناش اللي بيحصل في مقدونيا. الحياة منتخب مصر لكرة اليد للناشئين تحت 17 سنة بيواصل الضرب بقوة، زي منتخب الشباب ما حقق إنجاز رائع في كأس العالم للشباب قبل أسبوعين. الناشئين الحياة باشمهندس النهاردة كسبوا أيسلندا 35 31 35 31 لكنه صحيح، لكن
وصلوا للمباراة النهائية اللي هيلعبوا فيها البرتغال يوم السبت، المباراة قبل النهائي. خسرت خسارة وحيدة في الست مباريات الماضية من فرنسا بفارق أربع أهداف. أيسلندا كسبت فرنسا في المجموعات. صحيح. فالمهم يعني أنا عايز أقول لك إن بص، في ألعاب تناسب بعض يعني زي الجري الطويل، كينيا وأثيوبيا أبطال العالم، وبعديهم المغرب ثم الجزائر. أي. واحيانا تونس، خد بالك في افريقيا. السكواش كان الهند وباكستان، وبقى جت مصر لتحتكر كل حاجه، ولاد وبنات وصغير وكبير وفرق. صحيح، بتناسبنا اللعبه دي. كره اليد من الالعاب، الهوكي الهند والشرقيه والشرقيه، لا الشرقيه على مستوى الانديه. صحيح. مستوى الدول يعني الهند احتكرت لفتره طويله لحد ما دخل هولندا والمانيا وانجلترا. انا بقول لك كره اليد انا يعني تناسب المزاج والمهاره والتكوين البدني المصري. فعندنا ابطال عالم، ما تنساش احنا كنا ابطال عالم ناشئين ورابع دوره اولمبيه، والنهارده انت رابع كاس عالم شباب. وعندك فرصه تلعب سيمي فاينل يوم السبت، على الاقل رابع ناشئين ممكن توصل للنهائي باذن الله. هنلعب البرتغال. البرتغال النهارده كسبت، قبل قليل كسبت فرنسا 31-25. يمكن كانت الناس متوقعه ان فرنسا اللي تكسب، لكن الحقيقه الكابتن طارق محروس المدير الفني للفريق الشباب اللي لسه راجع برضو من كاس العالم، سمعته في التحليل النهارده كان بيتمنى البرتغال، بيتمنى فرنسا، قال بعكس الناس اللي خايفة من فرنسا قياسا على مباراتها مع الشباب، قال لا البرتغال أقوى بكتير جدا في هذا الفريق. 31-25 ده فارق كبير. فقال إن احنا لو لعبنا فرنسا نكسبها 6 جوان على الأقل، لكن قال إن أنا متوقع اللي هتتأهل البرتغال، وقد كان صعدت البرتغال عشان تلعب مصر يوم السبت إن شاء الله في قبل النهائي، وبإذن الله أملنا كبير إن منتخب مصر الناحية التانية مين يواصل بقى؟ السويد بقى تلاقي ضروري. شوف انا عايز اقول لك حاجه، بالنتيجه اللي حققتها البرتغال هي المرشح لاول لكاس العالم. طيب بس ربنا يلهم ولادنا ولادنا ماشيين بشكل رائع جدا، لكن الناس برضو جمهور الاهلي وجمهور قناه الاهلي بيحب يطمن، هو الفريق ده منه كام واحد في الاهلي؟ منتخب مصر للشباب كان فيه العدد الكبير جدا من الاهلي او القوى المؤثره، ايضا هذا الفريق الواعد فريق الناشئين فيه 4 لعيبه من الاهلي، في عبد الرحمن حميد حارس المرمى، في مهاب محمد الباك رايت وده كان احسن لاعب في مباراه الصين، في ياسر محمد مهاجم، وفي بيبو بيشارك قليل. منتخب الشباب اللي قبل منه عشان الناس تطمن على مستقبل كره اليد الاهلاويه كان فيه 5 من الاهلي، كان عبد الرحمن طه الحارس وعمر خالد واحمد راضي وياسر محمد كان متصعد. دي العناصر البارزه في المنتخبين ما يشي بمستقبل جيد لكرة اليد الأهلوية. أنت بطل مصر في المرتبط. أنت أقوى فريق في الناشئين. فحتى مش بالعدد. أيوه. ما أنت ممكن جدا يكون عندك 1 أو 2 أو 3 من كل فريق آخر مميزين جدا، لكن أنت كفريق لا، عندك فريق ناشئين وشباب قوي جدا في. إذا فلنطمئن على مستقبل كرة اليد المصرية والأهلوية أيضا. لكن كرة القدم ولا صوت يعلو على صوتها. هذا الأسبوع يمكن فرح جمهور الأهلي جدا باختيار عالمي، اختيار لأحد المواقع الرياضية العالمية الكبيرة سوبر باور فوتبول، صفحته على الإنترنت اختارت أو صنفت الأندية العالمية حسب عدد البطولات، فكان الأهلي المصري الأكثر نجاحا في كرة القدم حول العالم. بص اللقب وشياكته، الأهلي الأكثر نجاحا في كرة القدم حول العالم. صحيح إن هم ما ادوناش كل البطولات وخدهم مننا بعض البطولات، بس حتى باللي خدوهم يعني الأهلي الأول. يعني إيه خدوهم؟ يعني يعني هو ما حسبش 16 بطولة دوري القاهرة للأهلي، ودي بطولة رسمية قبل ما تبدأ، يعني كان الاتحاد المصري دي البطولة الرسمية بتاعته دوري القاهرة. هتوسع الفارق. دي 16 بطولة. كان في كاس للاتحاد المصري لكرة القدم سنة 90 لما اتلغى الدوري أثناء مشاركة منتخب مصر في كاس العالم واستعداداته، نظم الاتحاد المصري مسابقة رسمية كاس الاتحاد فاز بيها النادي الأهلي، الجماعة دول ما حسبوهاش. كمان ما حسبوش كاس الاتحاد أو كاس الجمهورية العربية المتحدة
إبان الوحدة بين مصر وسوريا. أنا رأيي نبعت لهم 61 مرحب. دي كانت دولة، يعني مصر وسوريا كانت دولة واحدة، فدي بطولة رسمية لكيان سياسي كان موحد ما اتحسبتش. ومع هذا كان الأهلي الأكثر نجاحا ب 118 بطولة محليا وقريا، تفوق على رينجرز الاسكتلندي صاحب البطولات الكتيرة اللي عنده 115 بطولة، ناسيونال الأوروغوياني 113 بطولة، برشلونة الأسباني العتيد العريق 91 بطولة، الملك الكبير ريال مدريد 90 بطولة. بصوا الأهلي الريال 90، برشلونة 91، الأهلي 118. طبعا عارف قوي حد هيقول المقارنات، أيوة ما هو أنا لما بقارن بقارن الأهلي على صعيده، على منطقته، بطولاته المحلية وبطولاته القارية. لا أنا بقى لو أنا بلعب في النطاق الأوروبي هاخد نفس المزايا اللي واخدها الدول الأوروبية من الإمكانات، من النظام، من الانضباط، من الاحترافية، من كل الظروف اللي هم بيلعبوا فيها، فأنا بلعب في ظروفي وهم بيلعبوا في ظروفهم. فبالتالي إن الأهلي يكون الأكثر نجاحا في المشاركات الرسمية محليا وقريا، ده كان تتويج مهم جدا يسعد كل مصري وكل عربي وكل أفريقي، إن يكون النادي الأهلي المصري على رأس الأكثر نجاحا في العالم. شوف اللي بيسعدك وشعرك بالفخر بالنادي الأهلي ها، أن الإشادات تأتي من الخارج. أيوة. مش من الاشتباكات المتعصبة داخليا هنا. وفي كل إحصائية بتيجي الأهلي حاضر يا أول يا تاني. أيوة. في أي إحصائية يروحوا لها الأهلي حاضر يا أول يا تاني. فطبعا الأهلي يكفيه فخرا التاريخ الدولي الموثق اللي ما حدش يقدر يلعب فيه. صحيح، وده نابع من البطولات، وما من يوم يمر على الأهلي إلا فرح فيه جمهوره. زي النهاردة ولكن في 1991 كان 14 أغسطس الأهلي فرح جمهوره بلقب لكأس مصر، فاز على أسوان بهدف محمد رمضان. ده الهدف أهو، محمد رمضان في مرمى أسوان عشان يفوز الأهلي بكاس مصر. شفت عمرك واحد بيحتفل بالطريقه 91 تقول له انت ازاي ما كنتش بتفرح ولا تهلل، يقول لك طب ما هو عادي، ما هو الفرود وظيفته يجيب جون، انا عملت اللي مطلوب منه وخلاص. لا ده كان حاجه قصه. وبعدين يعني يشعرك انك تتكشف انك مشدود وبتصرخ بالجون كده وهو راجع يعمل لك كده يا دوب. طيب في 15 اغسطس كمان لكن في 2017 الأهلي كمان فاز بكأس مصر بعد ما فاز على المصري 2-1 بهدفي عمرو جمال وأحمد فتحي، نفتكرهم. أدي الهدفين 2017، يعني المناسبتين في كأس مصر فالوا عليه الكمال. إن شاء الله الأهلي يواصل مسيرته في كأس مصر السنة دي ويضم الكأس للدوري بإذن الله. عمرو جمال وأحمد فتحي ده جون من الجوان الجميلة قوي، والفكرة والتشيب والهدوء. صحيح. صحيح. لا يعني الحقيقة جوان ملعوبة وجميلة جدا. طيب ده الماتش ده آخر ماتش لعبه قبل ما يروح جنوب أفريقيا الكابتن عمرو جمال. طيب فقط مجرد بداية مش أكتر. أنا بس عايز أرجع لموضوع الإحصائية دي. أتمنى إن إحنا نبعت للموقع سبور باور فوتبول دول البطولات بتاعتنا، عسى ان هو يعني يضيف منها حاجه. نتمنى ان شاء الله، لكن هنطلع لفاصل وبعد الفاصل هنشوف ليه هي فقط مجرد بدايه. هي فقط مجرد بدايه عشان الناس ما تروحش بعيد، مش عشان الاهلي كسب يطلع بره ولا لعب جوه تبقى المساله 100 فله، او يتقلل من حجم الفوز اللي حصل استنادا على انه الفريق الشقيق من جنوب السودان فريق مستواه اقل وخبراته قليله. في الحالتين لا التهليل ولا التهويل صح، لكن الحقيقه هي مجرد بدايه. اولا
الاهلي اضطر في هذا الموسم انه يلعب في دور ال 64، الدور التمهيدي ده مش بتاع الاهلي. لكن الاتحاد الافريقي حسب النتائج في اخر ثلاث سنين لم يعفى الاهلي من المشاركه في دور ال 64. فخاض الاهلي مباراه الذهاب مع اطلع بره الجنوب السوداني اللي فضل انه يلعب المباراتين هنا. فالمباراه الاولى الاهلي فاز بيها وسجل الاهداف علي معلول ووليد ازارو هدفين واحمد الشيخ، ومباراه العوده هتبقى يوم الجمعه 23 اغسطس في نفس الملعب في برج العرب. عندك تعليق سريع على المباراه؟ المباراه يعني الناس عماله تتحدث عنها يا استاذ ابراهيم، وخدتها في سكه ثانيه خالص بعيدا عن كونها مباراه كره قدم. هي في دور ال 64 لاول مره منذ فتره طويله جدا يلعب الاهلي في هذا الدور. فهو ده مستوى الفرق المحتمل يقابلها. اي. لكن بكل المقاييس كان يجب ان تخوض هذه المباراه وان تحترم الفريق اللي هتقابله. ايوه. الفرق الغامضه دي ياما حققت مفاجات. اي. وهذا ما فعله لاسارتي ورفاقه، تحمل المسؤوليه وخد الموضوع بجديه ولعب بالقوام الاصلي. والناس عماله تطالبه ليه ما لعبتش البدلاء، مع ان كل حاجه ليها ميعادها. انا عايز اقول لاولادنا اللي بقوا في شديد القسوة على انفسهم وعلى النادي الاهلي وعلى جهازهم الفني وعلى نجومهم اللي بيحققوا، تكسب اربعه وثلاث كور في العارضه وثلاث اربع لعبات لو جم هم اجمل ما يمكن، بتاعت اجاييه وبتاعت ازارو، ولم يخلو الامر من انتقادات لاذعه. وانا نفسي بس هم يعملوا احصائيه لنفسهم وياخدوا ان لو الاهلي ادار الموضوع كما يريد البعض، شوف كم قرار متناقض كان ممكن ياخده النادي الاهلي. ده عايز كذا وده عايز كذا وده عايز كذا وده عايز كذا، وكل واحد بيقول لك ايه؟ ازاي ده ما يحصلش؟ باستنكار وكان القائمين على كره القدم في غيبوبه في النادي الاهلي. فانا مش معقوله مدرب واخدني من بعيد فرق يعوض لي اكتر من 20 نقطه في 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 دور، وبعدين نقول ان هو في واتساتهم هزيمه هي لا تغتفر بتاعه جنوب افريقيا ساوند داونز، ولكنها نعتبرها هزيمه ظرفيه لا يمكن تكرارها كمان ولا يمكن القياس عليها. هزيمه غريبه جدا 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 في يوم عجيب جدا جدا جدا. فخلاص، لكن بعد كده لا، في نجاحات تحققت. هل من العقل ان انا اغير مدرب مع فريق بعد ما حافظ ودرس نقاط القوه والضعف وابتدى معاهم فتره اعداد وعمل فتره يعني تعاقدات تحت بصره ومن اختياراته في المرحله اللي احنا فيها؟ منطقي انه يكمل ويكمل ومعاه كل الدعم. دورنا يا جماعه الايجابي ان احنا ندعم، النقد سبول لاخرين، لان النقد المستمر بيجيب احباط. انت في لحظه عايز تشعر حتى لو عندك بعض الاخفاق ان حد يحفزك كمل كمل. هو الكابتن سيد عبد الحفيظ لو كان استسلم لفكره ان الدوري راح وما كانش فضل يلح، ونحن معه على ان الدوري لسه موجود والفرص موجوده، شدوا حيلكم وربنا هيكافئكم. وبقينا مع كل مناوئه يا استاذ ابراهيم، الدوري اللي خدناه السنه دي اتعمل فيه كل شيء ضد الفير بلاي. عشان كده له فقره مهمه جدا عن هذا التتويج المستحق والاسباب الموضوعيه اللي وراه، فيها هنكشف كل ما هو مستور. لكن هل في مباراه الاهلي واطلع بره ايجابيات غير هذه الاهداف، ولا الحقيقه فين؟ الكابتن طه اسماعيل نشوف. اهم مكاسب ان ازارو سجل. ازارو سجل مكسب جميل، يعني سجل وجاب بدل الجون اتنين حلو. هدفين. مكاسب، من اهم مكاسب البدلاء. بدلاء كويس. احمد الشيخ حلو. احمد الشيخ جاب جول مثال للعيب اللي داخل ال 18 عنده التماسك والهدوء والمهاره وبيعرف يوجه الكوره بالشكل اللي مطلوب.
عكس اللعب العشوائي بهدوء. جات له الكوره راح مرقص الراجل، مهوش الراجل مرقصه راح ركنها بشكل رائع جدا. وهو احمد الشيخ من احسن اللعيبه، والجون جمله كلها حلوه جيراردو، ترقيصه بوعي وبعدين ركن الكوره بوعي كبير جدا. هو فيدي ماستر يعني. وانا بيني وبينك عشان انا اشول برضه يا كابتن، فاشول جيراردو، اشول معلول، اشول الشيخ، اشول المذيع، بتبقى حلوه. يعني لما تيجي تحسب مثلا النادي الاهلي سجل 4 اهداف نعم من يجي مثلا 15 فرصه ده صحيح، وده طبعا حصيله ليست جيده، حصيله ضعيفه نعم، خاصه مع فريق زي ده صحيح. لكن لما اجي لاحمد الشيخ واقول ان هو جات له الكوره دي فرصه واحده جت نعم ورقص كويس نعم وسجل منها نعم، هنا دي بتبين قد ايه يعني امكانياته في التسجيل من الفرص اللي بتجيله. فرصه جاب منها جول، في واحد جات له ازارو مع ذكر الاسماء يعني نعم، وغيره بيجي له 4-5 فرص بيسجل جول بالعافيه نعم. فعشان كده هو لعيب رائع جدا وجيد جدا وعلى الجول كويس. وانا اميل للعيبه اللي تبقى على الجول كويس، لان ده بيخلصك. ده صحيح. اولا مش بس الكره وهي متحركه زي دي، الفاولات اللي بره ال 18 في اماكن معينه بيعمل سوير برجل الشمال، جول مضمونه 100%. فده برضو من ضمن اللعيبه اللي عنده بعض الحلول التهديفيه اللي النادي الاهلي بيفتقر اليها الان، زي ما بنقول 4 اهداف من حصيله 15 ولا 20 فرصه. 4 اهداف دي حصيله ليست جيده بالمره، لكن من الاشياء الجيده جيرالدو لما نزل عمل شغل، احمد الشيخ اجايه لما نزل اجايه عمل واحده فيرست تايم رائعه جدا، حاجه نموذج يعني الحقيقه. وقد يكون يوم البدلاء بصراحه، بالزبط. البدلاء كلهم كانوا كويسين بالظبط، يعني لا تقل عن الباكورد اللي عملها ازارو الحقيقه نعم. يعني من ضمن الحاجات الجيده يعني مش عايز اقول برضو من ضمن الايجابيات انك انت كمباراه في اول موسم فزت فيها ب4 اهداف وخارج ملعبك، يعني الملعب محسوب نعم. خارج ملعبك، لكن هي رسالة، لكن لازم أبني عليها بأن أنا صحيح. لازم أزود حصيلتي من التهديف نعم. لأن دي كانت آفة ومشكلة النادي الأهلي الموسم الماضي وبرغم أن فوزه بالدوري، لكن في مباريات كانت عصيبة جدا صحيح. يجي لك عديد جدا من الفرص بتسجل فرصة واحدة بالعافية. من أهم الإيجابيات التي ذكرها الدكتور طه إسماعيل البدلاء، واتفق معه كابتن أحمد شوبير، ويدهشك أن تقرأ بعض الآراء ابتدت كده تألق البدلاء وانتهى التحليل بتاع نفس الشخص إلى لم يحسن لسارتي التغييرات. أنا بقيت مش فاهم كيف يتألق البدلاء ولسارتي بيهاجم علشان لم يحسن في نزول البدلاء. ده نموذج لانك انت احيانا بتتكلم بالعاطفه، مش عاجبك انت حد فتفضل تقيمه من المنظور ده، مش بتقيمه من المنظور من الاداء الواقعي اللي قدامك، انه عندما يصيب يصيب. لما الثلاثه نزلوا يبقى اذا هو الرجل كان بارعا في احداث التغييرات وربنا وفقه. النقطه الثانيه 15 فرصه 4 تجوان 3 كور في العارضه. الثلاث كور في العارضه هم اجمل 3 لعبات في المباراه. اجمل 3 لعبات في المباراه. صحيح. دبل كيك، فيرست تايم، واللعبه الثالثه اللي بالهيد برضه. اذا الماتش كبدايه، على فكره ده جاي لك في مرحله انت كنت المفروض بتعمل ماتشات وديه فيها. فهمني؟ فانا شايف ان طب هو كل يعني البدايه حتى بيراميد 4-1. طيب هل تم تغيير طرق اللعب في المباراة نفسها ولا لا؟ نشوف الكابتن وليد صلاح الدين. هل لاسارتي غير طريقته أكثر من مرة؟ هل حاول؟ هل شفنا ده؟ ولا ضعف مستوى فريق العبارة ما خدناش نشعر باللي حصل من الجانب التكتيكي؟ لا بالعكس، في يعني تطور حتى في تغييرات مستر لاسارتي من وجهة نظري طبعا. إنه مبدئيا غير فنيا، مفيش اي تغييره ارضاء لاي نجم من النجوم اللي قاعده نعم، وده تطور من وجهه نظر. انت النهارده مباراه كسبانها سهله قوي ومن بدري، ممكن كنت اتوقع ان التغييرات تبقى ارضاء للنجوم نعم. يعني ينزل احمد فتحي، ينزل حسام عاشور، نعم، لكن انا النهارده كل خط الفرود اللي تحت وليد ازارو كلهم اتغيروا، رمضان وصلاح جمعه وحسين الشحات، لكن اللي لفت نظري حاجه
فأثناء تغييرة مين؟ أحمد الشيخ. نعم. لو جبنا لحظة أحمد الشيخ وهو نازل الملعب، حسين الشحات بيرفع إيده لمستر لاسارتي بيسأله على حاجة. بيقول له هو أنا اللي هلعب في القلب؟ ولا أنا هروح شمال وهيدخل أجايي جوه؟ دي هنا يعني لفتت نظري في حاجة، إن لازم ده يكون متحضر. يعني لازم أنت وأنا في الملعب ابقى عارف ان لو احمد الشيخ نزل انا هلعب في النص، انا هلعب فين او انا هروح فين. نعم. هو كان حسين الشحات يمين ورمضان شمال. نعم. وبعدين وصالح جمعه. طيب طلع صالح ونزل احمد الشيخ، ده احمد الشيخ ده اشول. فغالبا هيلعب ناحيه اليمين. مين بقى اللي هيدخل جوه؟ ده كان سؤال حسين في لقطه كده كان لازم يكون فيها تحضير. ان انا في اي مباراه مين اللي هينزل يبقى ايه اللي بص حسين هنا برافو على هايل. هنا حسين الشحات بيرفع ايده المستر لاسارتي بيقول له مين اللي هيلعب رقم 10 في القلب. فانا لاحظت ان حسين حتى واضح ان مستر لاسارتي قال له لا روح انت شمال. لان اول كورتين دخل اجاييه هو اللي تحت راس حربه. يعني زي ما يكون وليد ازارو تحتيه اجاييه. وبعد كده راحوا مبدلينها تاني. فكل ده زي ما انت بتقول يعني سؤال رائع طبعا، فكره انه غير الطريقه ولا لا. لكن هو ما غيرش الطريقه، هو حافظ على 4-2-3-1. انا اتمنى من مستر لاسارتي، لان ده شغل بقى الدكتور طه كمان يفيدنا في الموضوع ده اكتر، هل انا المفروض ان انا كمان اجرب كذا طريقه؟ ايوه. يعني هل امكانيات النادي الاهلي والكواليتي بتاع اللعيبه مش يقبل ان انا ممكن العب 4-3-3 وما يبقاش فيه 10 خالص؟ مين يبقى القلب خاصه في ماتش زي ده؟ برافو عليك. يعني في اوقات معينه ده انا ممكن العب مثلا بقفشه وصالح جمعه هم اللي يبقوا هافين وفي قلبهم واحد مدافع مثلا حمدي فتحي. فبرضو انا من وجهه نظري ان مستر لاسارتي لازم يدور على حته تغيير الطريقه. امتى العب 4-3-3؟ امتى اكون عايز العب براسين حرب؟ يعني هو اشاد بالتغييرات واشاد يعني بانه كمان في تغييرات فنيه مش بس في الافراد. طبعا الملاحظه كان ليك كلام عايز تسمعه للناس معانا. هو طبعا وليد ذكي جدا في ان هو بيلقط، ومن المحللين الحقيقه اللي رايهم له قيمته ودقته. بس هي اللعيبه دي عندها من المرونه التكتيكيه ما يكفي. يعني حسين الشحات يلعب في 5-6 اماكن، احمد الشيخ نفس الحكايه يلعب في اكتر من مركز. ففكره ان انا لو طلع سين يبقى صاد هيلعب ثابت مكانه ويبقى معروف ده مسبقا، في رأيي انه ده خاضع لظروف الجيم نفسه، ظروف الملعب وطبيعه المباراه واللي حاصل على ارض الملعب هي اللي تخلي الخواجه او المدرب بره حسين الشحات هيلعب في الحته دي ولا دي، هيضغط في المكان ده ولا ده، هيتنقل هنا ولا هنا، خاصه مع لعيبه عندها الاشاره او مشيتها واسعه. والاشاره على فكره ما فيهاش تساؤل، فيها تنبيه بالظبط. يعني ننفذ بالظبط ممكن صحيح، وحتى لو فيها تساؤل طبيعي. يعني انا عايز اقول ايه، بس هو طبعا لمحيه بيتحفنا انه يلقط يجيب حاجات ما حدش واخد باله منها يجيب التايهه. طيب عبد الظاهر الساقة بقى واحد من المدافعين الدوليين الكبار جدا، كان ليهم دور كبير مع منتخب مصر، واحد من اصحاب التجارب الاحترافيه الناجحه جدا، رايه في رامي ربيعه وعمرو السوليه وحمدي فتحي ثلاثه بالخصوص، نشوف السقا رأيه فيهم ايه. بحيي إدارة النادي الأهلي طبعا، لأن إن أنت تكون مقتنع جدا بواحد ويعدى على كمية الإصابات اللي اتصابها رامي. ده إداله سبورت بشكل كبير جدا، إن هو النادي بتاعه في فترة من فترات وقف جنبه جدا. لأن معلش يعني الاصابات اللي جت رامي كانت متتاليه وكانت على مسافات بعيده، لدرجه ان هو في اصابه يعني خدت 8-9 شهور كتير قوي. اولا هو شخصيا ان هو برده يكون متماسك متماسك جدا في الفتره دي، ان هو طول المسافه ديت ما وقعش نفسيا، النادي دايما واقف جنبه، النادي دايما عطوله السبورت بتاعه، خاصه كمان لما بيجي يلعب يا كابتن بيبقى كويس جدا. ده يدل ان احنا عندنا سرد باك كويس لازم نحافظ عليه. فعلا بيثبت نفسه كل يوم ان هو اولا لعيب كوره بلاي ميكر من ورا، وده مهم جدا في الفرق الكبيره. يعني اعتقد ان ايمن اشرف من مميزاته اللي لعبته في الحته دي انه لعيب كوره، لان انت بتحتاج واحد بس سرد باك قوي جدا بتبقى في الفرق الكبيره، زي الفرق الكبيره
تحتاج ديفندر واحد بس. يعني اي حد بيلعب باثنين ده بيتعطلوا كتير قوي. طب النهارده بقى النهارده رامي، سؤال الكابتن وليد، رامي وانا انت بتتكلم على رامي اديته حقه، هل كان ممكن الاهلي يلعب النهارده بتفندر واحد حتى على الاقل في الشوط الثاني؟ يعني لا انا كنت عاوز سولية ياخد الحريه بتاعته. يعني ممكن تطور يعني من داخل الملعب، تطور من داخل الملعب. لو جيت شفت الجون البنالتي اللي عمله الجون الاولاني، وتشوف تحرك ازارو للجنب، وتشوف صالح جمعه لما نزل والسولية قطع في ظهر كانه راس حربه، ده اللي انا محتاجه. لان السولية عمره عمر ما في فرقه تمسك ديفندر، مستحيل. مستحيل حد يفكر. فالتحرك بتاع الجون اهم بكتير من الجون. بص ادى باصه، بص اهو صالح جمعه، بص راح فين، بص بص ده مين السولية اهو اللي اتحرك اهو، تمام. صالح جمعه ده اللي باصه، تمام، لعبها للجنب، ازارو بص فين، بص السولية فين، بص السولية فين، السولية. ده اللي انا محتاجه. مستحيل فرقه تمسكه، لان الاثنين صالح اللي كان المفروض ديفندر يمسكه خلاص اتمسك، السردباك راح مع 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 ازارو. اذا النهارده في مساحه، رمضان اللي كان المفروض ياخدها النهارده شاف في مساحه دي لازرو. ده الفرق الكبيره لازم تعمل كده، لازم تلعب بثلاثه ثلاثه، يكون في ديفندر ثابت تماما، وظهر نوعيه حمدي فتحي زي طارق حامد بالظبط. نعم. انه ممكن يشيل نص الملعب لوحده. نعم. في لعيبه كده خلي بالك ما بتحبش، والماتش سهل يعني الماتش كابتن، في لعيبه زي طارق حامد وحامد فتحي ما بيحبش حد جنبه. على فكره راحته زي تامر عبد الحميد قبل كده. نعم. والديفندرات العظيم دايما واخد نص الملعب لوحده، بيعرف يقفل كويس جدا. التحرك ده مش عايزه مره واحده بس من السولية، انا عايزه على طول. مش عارف، انا متحيز للراجل ده استاذ ابراهيم. اشعر كانه لعب وبطل في النادي الاهلي، مش عارف تملي بتفرج عليه، بتفرج عليه وكانه كان لاعبا بالاهلي. متحيز له جدا. كابتن احمد شوبير، كابتن احمد شوبير بقى نشوفه. ناخد النجوم النهارده واللقطات بتاعت النهارده، ودي طبعا بتبقى باختيار ضيوفنا الاعزاء. نجم اللقاء اتفق الجميع النهارده انه كان، يلا حسين الشحات نجم اللقاء دون منازع. الحقيقه عمل كل حاجه، صحيح لم يسجل لكنه وجوده كان قوي جدا، والاسيست بتاعه وتحركاته كانت اكتر من ممتازه، وبالتالي يعني استحق انه يكون لقب اللقاء. صده اليوم هي الصده دي اللي تكاد تكون الوحيده، يعني الكره العرضيه الجميله لاجاييه، والحارس خميس دانيال حارس مرمى اطلع بره انقذها ببراعه. والقائم النهارده عاند اجاييه باليمين وبالشمال، الشمال في العارضه وباليمين في القائم. هدف اليوم بلا شك هو الهدف الرابع اللي سجله احمد شيخ. الجمله حلوه قوي، والمهاره كمان فيها معموله بشكل ما فيش اجمل من كده ولا احلى من كده ولا اروع من كده. اما الاجمل اليوم فهي لعبه ازارو اللي اصطدمت بالعارضه، كان عنده سوء حظ غريب جدا جدا فيها. هاني عمل عرضيه ولا اجمل، هو عملها حلو قوي، يعني ازارو ملك الصعب لكن انتهى سوء الحظ. بدل محمد هاني كمان حاجه جميله قوي في كره القدم الحقيقه، ودي الاجمل اليوم. لقطه اليوم النهارده عندنا لقطتين، بقف شويه عند اللقطه دي. جماهير جنوب السودان على قلتها لكنها منوره المدرجات، والفريق رغم انه خسران اربعه لكن راح يحيي فرقته، لانه مجرد تواجده في مصر ومجرد مشاركته ده حاجه جميله وحاجه تحسب لهذا الفريق وللجمهور ده اللي جه مخصوص عشان يشجع الفريق. كمان اللقطه دي الحقيقه بشكر كابتن وليد صلاح لان هو اللي اختارها، لقطه احمد الشيخ بعد الهدف، مش احمد الشيخ، زملاء احمد الشيخ، الدكه زي ما قال الكابتن طه، غرفه الملابس، لانه ده يا جماعه بيدينا انطباع مهم جدا وانطباع جيد جدا 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 عما هو قال. تعليق جديد، غرفه الملابس احد اسباب تآلف النادي الأهلي وتماسكه، هنسمع هذا التعبير كثيرا في الفترة القادمة. لكن تعالوا يعني نشوف برضو الكابتن وليد، الشيخ طه وكابتن وليد والشيخ طه يكاد يكونوا اتكلموا في نفس اللقطة الأخرانية، نشوف ايه صحيح بتاع تماسك الأهلي.
عاجبني حاجتين. نعم. الحاجة الأولى السبرنت اللي عملوا التلاتة اللي طلعوا بره. يعني بص مين؟ رمضان وحسين الشحات. نعم. وصالح جمعه اللي خرجوا. ده واضح ان في حب للولد وده نفسه. وده كان باين قوي في ماتش المقاولين كمان. صح. يعني كتيم بالكامل. صح. ثم النقطه المهمه اللي حضرتك بتقولها حب للولد نفسه. يعني نعم. واضح ان هم كمان احمد نازل مكان واحد منهم يعني. نعم. لان كمان الثلاثه جريلو سبرنت يعني. نعم. صالح جمعه ما عملش السبرنت ده في الملعب. لكن والحاجه الثانيه السنده دي يا كابتن اللي بيمينه. السنده دي بتاعت لعيبه كبار بتاعت محمد صلاح بتاعت ميسي. انا من وجهه نظري وحسام عاشور كمان بيحب احمد الشيخ قوي. خلينا نجيب بقى من الدكه من اول المدير الكوره الكابتن سيد عبد الحفيظ. بص ادي واحد وبعدين عاشور اللي قبل عاشور الثلاثه سبرنت ادي فتحي واحد ما كانوا بيسخنوا يعني فتحي وجنبه يمكن ياسر عشان بس ما لكن اللي خرجوا كلهم ثم عاشور يعني زي ما كنا منتظرين الولد ده يحطه ده تقريبا ياسر احمد فتحي لانه اللي قاعد الشناوي انا هجيبه لك الشناوي وعاشور وفتحي وياسر ابراهيم ممكن يبقى ياسر ابراهيم غالبا ياسر غالبا ياسر ابراهيم فالدكه كلها قامت يعني. نعم. لكن انا عاجبني جدا الثلاثه اللي خرجوا عشان بالك الجون الرابع بص رمضان كانه جاب جون الجون الرابع يعني خلاص ما انا بقول كده كانه يعني جاب جون فوز يبقى دي حاجه شخصيه. نعم. يعني ده يعني خلاص النتيجه اتحسمت انما حاجه شخصيه شهاده بكفاءه يعني لقطة جميلة وده بتدل على ان الناس بتتمنى الخير لبعضها. هي ده اجواء او ده تكوين الفريق، دي اجواء الفرقة الكبيرة، دي روح الاهلي، دي علاقات اللعيبة مع بعضيها. وده اللي بيميز الاهلي كفريق عن اي حد تاني. وهتسمعوا زي ما المهندس عادلي قال من شوية تعبير غرف الملابس. الفريق ده عنده غرفة ملابس قوية، هو المقصود بيها لانه اللفظ مستورد من بره شوية. هو المقصود بيها الاحتياطي مع اجواء الفريق نفسه. ازاي اللي بره الملعب ليهم هذا التأثير؟ في انضباط، في التزام، في روح كويسة، في ألفة بين الناس، في مدير كرة لامم الفرقة كويس، في جهاز فني مسيطر، كل دي أجواء فريق. غرف الملابس كمان يعني بتدل على الصدق. ان اللي بيحصل في الملعب ده مش تمييز يعني، لكن ده حصاد ان هو في أوض اللبس بيبقوا روحهم حلوة مع بعض، بعيدا عن الكاميرات، بعيدا عن الأضواء، الكواليس زي كواليس المسرح. اوض اللبس هي كواليس الملعب الفريق. ده راينا، هل هو راي الشيخ طه ولا لا؟ نشوفه. لكن الشيء الجيد هي اوضه اللبس. اوضه اللبس بانت في التغييرات اللي حصلت النهارده وفي بعض المشاهد زي احمد الشيخ لما سجل، زي اجايه لما بينزل، زي جيرالدو لما بينزل، بان اوضه اللبس تماسك اللعيبه وان هم كتيم واحد. صحيح. انهم كلهم مبسوطين لاي واحد بيأدي اداء كويس كلهم مبسوطين له. على فكره دي من اوائل الحاجات اللي بتكسب اي فرقه، اوضه اللبس ان يبقى فيه التجانس. أنا فاكر سكولاري لما مشي من تشيلسي قال لهم اوضه اللبس عندي مولعه. بالظبط. مش قادر في نار. زيدان من سر نجاح زيدان لما مسك ريال مدريد اوضه اللبس. نعم. اوضه اللبس ليه؟ لان عنده نجوم كبار جدا ونجح في ان هو يجي في بعض المباريات يقعد ناس منهم كتير وينزل ناس بدلاء. كريستيانو اقنعه بان هو يستنى ويقعد في بعض المباريات عشان لما يحتاجه في الثلث الاخير من الموسم اللي فيه الحصاد لقابل كامل. حصل. لعب مع بايرن ميونخ مسجل في الشامبيونز ليج، لعب مع اتلتيكو مدريد مسجل في الشامبيونز ليج، لعب المباراه الاخيره مع اليوفنتوس ومسجل هدفين فيها. نعم. فقدر نجح ان هو يقنع لعيب كبير زي ده اللي بيحب يبقى موجود في الملعب على طول. ده صحيح. وعلى مستوى الدوري العام اخر مباراه كانت اعتقد مع ختافي او معرفش مع مين كانت مؤجله. ولعب وسجل فيها وكسب الدوري وقتها. نعم. فدي اوضه اللبس اللي بينجح فيها المدرب بعقليه كبيره. ودي الكوتشنج بروسيس يعني العمليه التدريبيه. عمليه تدريبيه هي عمليه نفسيه اكتر منها تدريبيه. يعني تدريب ممكن بيعمل تدريبات وبتمرنه فيتنس وكل حاجه، لكن ازاي انك انت توجد التجانس بين اللعيبه كلها من ناحيه النفسيه، التالف، ازاي انك انت تعمل التيرن اوفر بينهم وبين بعض دون ان يكون هناك غضب من حد او متضايق ان هو ما بيلعبش،
ازاي انك انت بتخرج اللعيبه دي من الاحباط بعد مباراه خسروها وتاني مباراه مباشره تبص لهم في التوب فورم لانك انت عملت شغل كتير طوال الاسبوع انك ترجعهم الناحيه النفسيه. دي العمليه التدريبيه. فديت مهمه جدا اللي انا شايفه النهارده بالنسبه للفريق النادي الاهلي ان اللعيبه التغييرات اللي تمت الاهداف لما بتيجي البهجه والانبساط دي بتبين ان اوضه اللبس فيها وزن كبير جدا. طيب إذن كواليس الأهلي منضبطة جدا، غرف الملابس أكثر من منضبطة. الأهلي حقق الفوز 4-0 وده للمرة العاشرة في مشاركات الأهلي الأفريقية اللي يفوز فيها بالأربعة، لكن الأهلي كمان في هذه الجولة كان أكثر الأندية إحرازا للأهداف. أعلى فوز حصل هو فوز الأهلي. الأهلي بإذن الله مع تخطي مباراة العودة اللي هتكون يوم الأحد 23 أغسطس هيواجه الفايز من كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية وميكيل كينيمبا الاثيوبي. الفريق الغيني الاستوائي فاز في ملعبه 2-1، يعني فرصة الفريق الاثيوبي ربما تكون أكتر في أديس أبابا، يعني الأهلي مرشح لمواجهة اثيوبية إن لم تحدث مفاجأة في بين كانو سبورت الغيني الاستوائي مع ميكيل كينيمبا الاثيوبي. الزمالك بكرة هيلعب مباراته مع ديكاداها اف سي الصومالي وهيلعب العودة أيضا في القاهرة، لو تخطاها هيلاعب الفائز من أويلرز الليبيري وجينارسيون فوت السنغالي. فريق الليبيري كسب في ملعبه 1-0، يعني الفريق السنغالي عنده فرصة للتعويض، يعني الزمالك مرشح لمواجهة صومالية أو سنغالية. الوداد والترجي ومازيمبي زي ما انتم عارفين ما لعبوش في هذا الدور لانه معفيين وفقا لتصنيف الاتحاد الافريقي للبطولات الاخيره. ده فيما يخص المشوار الافريقي اللي زي ما قلنا لحضراتكم هو فقط مجرد بدايه. فيه مكاسب كتيره، فيه لعيبه كتيره الجهاز بيطمن عليها، فيه فرص لعدد من البدلاء اللي ما كانوش واخدين فرص قبل كده زي احمد الشيخ وغيره. بدا الكل ينطق وبدا الكل يعبر عن نفسه وده بيريح الجهاز الفني، خاصة انه يوم السبت عنده مباراة عندما يقام النهائي في دور 16. تخيلوا كده، انت صاحب هذا العنوان يا باشمهندس. الاهلي وبيراميدز في كاس مصر. الاهلي وبيراميدز في كاس مصر في دور 16. فاجئتني بتقول لي لا. هو ده نهائي. يعني نهائي. نهائي. ربنا عشان كده ومش بس نهائي. وانت لعبت ماتشين في الدوري خسرتهم بطريقه غريبه جدا، ما كان ينبغي. صحيح. في الماتشين ما ينفعش تخسر. التحكيم كان له دور كبير لكن والتوفيق كان له دور اكبر في المباراه الثانيه خصوصا. علشان كده الناس مترقبه جدا جدا، اولا الاهلي بصفقاته الشتويه والانيه، وبيراميد بصفقاته وجلده الجديد. يكاد يكون فريق جديد. الناس عايزه تشوفه برضو. شوف دي المواجهه الثالثه للاهلي مع بيراميدز. المفارقه انه بيراميدز في الثلاث مباريات كل مباراه ليهم مدرب مختلف. يعني مره كابتن حسام حسن، مره رامون دياز، ودلوقتي دي سابر. الثلاث مباريات مدرب مختلف لبيراميدز. ايوه، وكلهم مدربين من العيار الثقيل يعني، وهو فرقه متخمه بالنجوم امس واليوم. ولكن الاهلي ايضا في يمتلك فريق كويس قوي. نتمنى التوفيق هذه المره للنادي الاهلي. المباراه هتكون في الساعه 8 مساء السبت ان شاء الله في برج العرب. تاريخ مواجهات الفريقين زي ما قلت لكم، سواء ما يتعلق ب بيراميدز في المسمى الجديد له بعد ما تم شراؤه من الاسيوطي، فاز في ثلاث مباريات، خسر في ثلاث مباريات، وتعادل في مباراة وحيدة. الأهلي سجل في مرمى هذا النادي 9 أهداف مقابل 6 أهداف شاملة إلى أسيوطي وبيراميدز. وإن كان الفصل واضح جدا ما بين هذا الفريق أو ذاك، لكنه بيراميدز كان منافس قوي للأهلي السنة دي فيما يخص انتقالات اللاعبين. يعني على خط المفاوضات كانت المسألة مرتقبة جدا أو مرصودة. كابتن صبر المنياوي مدير الكرة في النادي الإسماعيلي كان له رأي يحتاج يتناقش شوية، نشوفه.
صدقني. وانا كنت سعيد جدا بالتجربه بتاعت بيراميدز السنه اللي فاتت. الراجل السعودي ده كان محترم جدا. انا هشتري ده الاهلي عايزه بخمسة مليون، انا هشتريه ب25. كره القدم يعني عرض وطلب. تمام. وجاب احسن لعيبه واحسن عروض. معلش انا لما كان بيفوتني ماتش الاهلي والزمالك وانا عندي ماتش في الفرقه بتاعتي ما كنتش يعني كنت بزعل شويه، لكن ماتش بيراميدز كنت بزعل جدا جدا. لان في كوره وفي في شكل مختلف حاجه ثانيه يعني. هو ده الاحتراف بس. هو بس يعني يا ريت الناس تفتكر اقوالها يعني احتراف. شوف انا انا ليه بقول لك ده فيديو مهم قوي. اولا ده كابتن صبر المنياوي، هو ابن نادي الزمالك ومدير الكره في نادي الاسماعيلي، يعني بيمثل طرفين مهمين في الكوره. لما يبقى النظره الاحترافيه ان الكوره عرض وطلب، الاهلي بيطلب لاعب بخمسة مليون فالراجل صاحب نادي بيراميدز يشتريه بخمسة وعشرين مليون، والراجل مدير الكوره يقول لك ما هو عرض وطلب، فين محترم جدا، كلام محترم جدا. طيب ويقول لك هو ده الاحتراف. طيب الاهلي بيتهم بره الجمله دي انه اللي بيزود واللي بيخطف اللعيبه واللي بيغالي واللي و و و الاتهام المعلب القديم السابق للاهلي. لما كان الاهلي بيشتري لعيب وفقا لحجمه وقدراته، الاهلي هو اللي بيولع نار في الاسعار والاهلي اللي بيلم اللعيبه و و و لكن يجي مشتري اخر يشتري، الاهلي يقول بخمسه فيقول بخمسه وعشرين، فتبقى النظره ما دي احتراف وده عرض وطلب. يعني بص المشاعر بتحكم وجهات النظر. فطبعا بالتاكيد هو من حقه ان يشيد بتجربه بيراميد ويراها يقيمها بوجهه نظره. يقيمها طبعا. لكن بس ايه، خلينا فاكرين ما نتناقضش حسب تغير الطرف اللي بنتكلم عليه. يعني اذا كان لنا وجهه نظر عشان الناس تستفيد من اللي احنا بنقوله، يبقى الراي ثابت بقى. يعني ايه؟ يبقى انت ساعه ما بتدفع ده كلام محترم واللي عايز حاجه يجيبها، يعني هو ده الاحتراف. خليكم فاكرين. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل هنشوف كيف انه تتويج مستحق واسباب موضوعيه. حاليا مفيش خلاف، فاجئ الجميع بتويته له مفاجأة، نبش في الماضي نبشية كده صغيرة، لكن لأن الأمر يتعلق ببطولة وبتحكيم ومجلس إدارة الاتحاد كان من الصعب الكلام ده يعدي. وعلى فكرة هو المفترض ما يعديش على المستويات الإدارية اللي ده ممكن ده تسأل ده وتحقق. ده بلاغ يستحق كلام يستحق التحقيق فورا. هنقرا ونشوف الحاجه اللي المهندس فرج عامر نشر على حسابه الرسمي على الفيسبوك، قال بالنص ده خاصه بنهائي كاس مصر المباراه اللي كانت بين الزمالك وسموحه في 2018. قال فرج عامر: لحظات لا تنسى يوم رفض هاني ابو ريده احضار حكم اجنبي لنهائي كاس مصر 2018 في استاد برج العرب بعد ان دفعنا المبلغ المحدد لذلك. الراجل بيقول انا دفعت الفلوس اجره الحكام اللي بينصوا عليها. طب ليه ما جابوش رغم انت دفعت؟ قال لك بسبب تهديد مسؤول زملكاوي بنشر المستور. الراجل بيقول ان مسؤول زملكاوي قال له بتوع اتحاد الكره هننشر المستور لو جبته حكم اجنبي. وقال المهندس فرج عامر: اتصل بي الاستاذ احمد مجاهد يبلغني بان الاستاذ هاني ابو ريده رئيس اتحاد الكره لا يرد على تليفوني لانه مريض بالقلب وهيركب دعامه وغالبا هيترك العمل العام. والدكتور في فرنسا قال له سيبك من الكوره واقعد في مكان اخضر فاخضر وهو ليس له علاقه بذلك، والمسؤول هو الكابتن عصام عبد الفتاح. المكان الاخضر فاخضر ده ملعب كوره. والمسؤول هو الكابتن عصام عبد الفتاح. بيقول بقى المهندس فرج عامر: طبعا هذا خلاف الحقيقه، واتوا بالكابتن محمد فاروق في اخر مباراه له في مشواره التحكيمي ووعدوه يشتغل في الشركه الراعيه بمبلغ كبير بشرط فوز الزمالك، وحصل اللي حصل. واثناء المباراه
كشف الكابتن أحمد مجاهد وآخرون من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة بأنهم يتمنون فوز الزمالك علشان السوبر يتباع بفلوس كتير ويبقى بين الأهلي والزمالك، وتمت سرقة الكاس من سموحة بفضيحة وفجر حسب لفظ وتعبير المهندس فرج عامر. إيه؟ هو لو تذكر وقتها قبل المباراة قال حسبي الله ونعم الوكيل، مش عايزين يجيبوا لنا حكم أجنبي. وانت يعني وقتها كان كل التعليقات في اتجاه الزمالك عايز بطولة ومش عارف ايه والكلام ده، المقولة الشهيرة اللي هو ثروت سويلم. فاللي حصل في الماتش كده، حصل في الماتش فعلا ظلم السموحة ظلما بينا، وتعادل الزمالك في اللحظات الأخيرة عشان يفوز بعد كده بعد الوقت الإضافي بضربات الترجيح. اللي انا عايز اقوله ان ايه اللي دفع برضه، انا يتملكني الفضول، ايه اللي دفع المهندس فرج عامر للصمت وايه اللي دفعه للحديث؟ وهو يعلم ان الكلمه دي مش هتمر مرور الكرام. هل لان ما فيش حد يضغط عليه في اتحاد الكوره دلوقتي؟ هل ده السبب؟ طيب مصير البطوله دي ايه؟ الكلام ده لو اتقال بعد 10 سنين في اوروبا يتم التحقيق في هذا الامر. واتمنى ان يتم التحقيق في هذا الامر ونوصل للحقيقه. نتمنى. بس اذا كان ده المهندس فرج عامر بيتكلم على بطوله كاس مصر 2018 خدها الزمالك من سموحه. طب الاستاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك دلوقتي وهو يتحدث عن بطوله كاس مصر 2008 لما خدها الزمالك تحت رئاسة المهندس ممدوح عباس، نشوف دي جت ازاي. يا استاذ الفاضل انا بقى تاسين بعيد عن نادي الزمالك، خدنا الكاس بالحكم اليوناني، انت بتتكلم في ايه؟ عن طريق جمال محرم شريك ممدوح عباس رئيس البنك اليوناني هنا في مصر، عيب يا جماعه. يعني انت يا استاذ ابراهيم جايب الاستاذ المهندس فرج عامر وبعدين جايب الاستاذ مرتضى منصور في بطولتين، عايز تقول يعني البطولات الحلال والبطولات الحرام والنبش في الماضي واصل الاهلي بطولاته حرام. طب صوت وصوره هنتكلم في ايه بقى؟ طيب بلاش، مجله نادي الزمالك الشقيق وفي مذكرات الرمز الأكبر لنادي الزمالك كابتن محمد حسن حلمي زمورة، وقعة مهمة جدا في هذا السياق. في العدد 1637 من مجلة الزمالك اللي صدرت في 20 ديسمبر 2007 نشر لمذكرات الكابتن محمد حسن حلمي زمورة الرمز الرياضي الكبير يا باشمهندس. طبعا هو أنا هنا يعني انا قريت الموضوع ده، هتقراه كله لان هو في اهم جمله فيه اللي عايزين يعني الناس تقولها. وجاءتنا الاوامر، كان الفريق الاول بيلعب ضد الاحتياطي وده كان في مسابقه لهذا الامر، كان ممكن يلتقي يعني. فبيقول لك وهو كان في الفريق الاحتياطي الزمالك المجدد او الجديد، اهم جمله يا استاذ ابراهيم عايزين نتوقف عندها. هاجي لك واقول لك بس استنى بقول لك اهم جمله لان انا خايف تدوف البتاع. لا مش هتدوف. وجاءتنا التعليمات والاوامر. طيب القصه كانت انه في الثلاثينات كانت الاهلي والزمالك كل نادي عنده فرقتين، كان الاهلي فيه الاهلي الاحمر وفيه الاهلي الازرق، ده الفريق البديل الفريق الثاني، والزمالك كان عنده فرقتين، فالفريق الاصغر الجديد كان بيلعب درجه ثانيه، صعد راح للدرجه الاولى، بقى موجود مع الزمالك او للمختلط فرقتين، كان وقتها المختلط قبل التسميه الجديده. طيب ايه اللي حصل؟ بيحكي المهندس محمد حسن حلمي في مذكراته اللي كتبها الاستاذ محمد رفاعي في العدد 1637 من مجله الزمالك اللي صدرت في 20 ديسمبر 2007. بيقول المختلط ينافس المختلط في موسم 31-32 نجح فريق المختلط الجديد
في الفوز بقمة دوري الدرجة الثانية وصعد إلى الدرجة الأولى للمنافسة على درع الأمير عمر طوسو. رأت إدارة النادي وقتها أن يقتصر اسم الجديد على الفريق الناشئين الصاعد، يبقى في المختلط وفي الجديد. حدث أنه خلال التباري معا في دور الدرجة الأولى بقى موسم 32-33 وفي لقاء الدور الأول بين الفرقتين، يروي محمد حسن حلمي زمورة في مذكراته، كان اللقاء عنيفا، سيطر الجديد على المباراة تماما، صغيرين مسيطرين على الكبار، لكن انتهى الشوط الأول بالتعادل دون أهداف. وبيقول الكابتن حلمي زمورة: وكان محمد حيدر باشا رئيس النادي يكاد أن يصاب بالجنون خوفا على الفريق الكبير الطامح للمنافسة على درع بطولة القاهرة وقد يؤخره التعادل عن المنافسة. دي المسألة ماشية بجد. في الاستراحة بين الشوطين بيقول كابتن حلمي زمورة: جاءنا الرسل والإداريون وطلبوا منا التهاون لإفساح طريق الفوز أمام الفريق الكبير، وكان المطلب في صيغة أوامر وتعليمات. هو ده بقى، هنتوقف هنا يا استاذ ابراهيم، هو ده مربط الفرس. ده مربط الفرس يعني، ودي تدلك على الفلسفه، فلسفه الاداره العليا في اداره الامور. واللي بيمشي معاك طول تاريخك ويتوارثه الاجيال. طبعا انت يعني ببراعه استطعت تجيب ثلاث نماذج بتورينا كيف كان الحصول على البطولات. في الشوط الثاني بيستمر الكابتن حسن حلمي، يعني باقي تفاصيل استاذ، لا الباقي مهم بعد اذنك. في الشوط الثاني، لانه ايه اللي نتج عن التعليمات والاوامر في الشوط الثاني، وما زال الكلام لحلمي زمورة، استمرت حساسيه المباراه واستمر عنفها حتى الدقيقه الاخيره حين استطاع الكبار ان يفوزوا علينا بهدف يتيم سجلوه في تلك الدقيقه. وفي الدور الثاني للبطوله كان لابد للفريق الكبير أن يهزمنا ليفوز بالبطولة، وانهزمنا له في هذه المباراة بثمانية أهداف. عشان كده أنت مصر بثمانية أهداف، لا بثمان أهداف انهزمنا له، مكتوبة كده بثمان أهداف للا شيء. واخد بالك؟ ده اللي حصل حسب رواية الكابتن حلمي زمورة في مذكراته بمجلة الزمالك. على ذكر برضو الفترة دي وحيدر باشا، وحتى بعد ثورة يوليو، لأنه المشير عامر رئيس اتحاد الكرة في فترة، في قرعة كاس مصر 58 الكابتن مدحت شلبي في مودرن سبورت وقتها تحدث عن القرعة، ليس الدوري ولكن كاس مصر 58. وصل الأهلي والزمالك لنهائي الكاس سنة 58، لعبوا في 9 مايو 58، اتعادلوا 0-0، تقرر إعادة المباراة لأنه كان وقتها لسه ما تمش تنفيذ ركلات الترجيع. في 13 مايو 58 لعبوا الفرقتين وتعادلوا مرة تانية 2-2، تقرر إجراء قرعة. ليه يا سيدي هتعمل قرعة؟ قال لك عشان يكون ده بطل لمدة 6 شهور وده بطل الكاس لمدة 6 شهور يقتسموه. المباراة دي أجريت القرعة، فاز الزمالك بالكاس الستة شهور الأولى. ازاي فاز بيها؟ نشوف الكابتن مدحت شلبي. بعلق بس على كلمه بس، هو اعلان البطل في سنه من السنين حصلت بالقرعه. في سنه من السنين او حصلت بالقرعه. الاثنين اللي موجودين في يعني مجموعتين، المجموعه دي البطل بتاعها والمجموعه دي البطل بتاعها، يتعمل يا اما توزع مناصفه. لا هي مناصفه، هي مناصفه ممكن. لا ما ينفعش بطل الدوري بالقرعه، لا يعني هي اتعملت ايام عبد الحكيم عامر رحمه الله عليه. وجم قال لك ان ده هياخد 6 اشهر وده 6 اشهر. فهو كان الله يرحمه زملكاوي. فهو كان في ورقتين اهلي وزمالك، طلع بعد كده الاثنين زمالك. عشان يبقى الزمالك هو اللي ياخد بطل الدوري. هي اتعملت في الكاس، قال لك كتبوا في الورقتين الزمالك. طبعا كان الكلام كده، واذا هو استمرار للبطولات الحلال والحرام، ومفيش داعي للكلام بالطريقه دي. لان زي ما انت بتقول ما بلاش نتكلم في الماضي. طيب كابتن مدحت قال لك كتبوا في الورقتين الزمالك، هي الفكره كانت مين ياخد الكاس لمده 6 شهور ومين ياخد الكاس، بس اللي هياخد الكاس في اول مره في اول 6 شهور هو اللي هيحتفل، هو اللي لعيبته لسه فرحانين. فقال الكابتن مدحت شلبي انه وقتها المشير عامر فكتبوا في الورقتين الزمالك عشان يضمنوا للزمالك انه هياخد الكاس في 6 شهور الاولى.
قام احد الحاضرين وقتها بفتح الورقه الثانيه لما اتعملت القرعه، قروا اول قرعه قال لك الزمالك خلاص، يبقى الزمالك هياخد الكاس 6 شهور الاولى. فواحد خبيث من اللي موجودين قام فتح الورقه الثانيه، فكانت المفاجاه ان لا مكتوب فيها الزمالك، ليتضح انه تم كتابه اسم الزمالك مرتين عشان الكاس يروح في 6 شهور الاولانيه. كل ده زي ما المهندس عدلي قال، احنا بنتكلم على الحلال والحرام، وبنتكلم على قيمه تتويجات الاهلي، وبنتكلم على الناس اللي بتتكلم على ان الاهلي بيتجامل، وبنتكلم على الناس اللي بتتكلم على انه السلطه كانت وقتها بتجامل الاهلي. شوفوا الامور كانت ماشيه ازاي. بس برغم كل ده هيبقى الاهلي والزمالك فرس الرهان، هتبقى العلاقه اللي بين الناديين وبين نجوم الفرقتين على قدر من الروح الرياضيه، على قدر من الالتزام، على قدر من توعيه الجماهير. لكن بعيدا عن المشاحنات، وبعيدا عن الاتهامات، وبعيدا عن تضليل الجماهير بكلام مش صحيح بالمره، تبقى الروح الرياضيه هي التي يجب ان تسود كما سادت في زمن الخطيب وحسن شحاته والكوره الجميله. ونشوف الكابتن محمود الخطيب وهو يتذكر لقطه تاريخيه له مع الكابتن حسن شحاته. كنا في مباراه اهلي وزمالك، والزمالك بيسنتر هو اللي هيبتدي الماتش، واحنا كلنا واقفين، كل الناس بقى واهلي وزمالك، جمهور وجمهور كبير جدا طبعا، اللي هو الجمهور ده بقول لك اللي هو صاحب الفضل علينا بعد الله سبحانه وتعالى طبعًا يعني طبعا. ف في بعض الناس ابتدت يعني تقول الفاظ لحسن لحسن فانا حضرتي كان جمهور اهلي بقى يظهر ولا ايه؟ طبعا كان كان لا جمهورين ولا كانوا متوسط بس هما طبعا كانوا بينوشوا بعض كويس. فلما حصل كده فلسه الحكم لسه هيصفر، فرحت جاري، الراجل الحكم استغرب كمان لما دخلت جوه، الحكم اجنبي، فلما دخلت جوه الدايره المفروض ما اخشش جوه الدايره والفرقه الثانيه الا سنتر يعني. فدخلت فهو بس واستنى ما صفرش، فرحت خدت حسن ورحت انا وهو بقى للجمهور الاهلي، وبعدين رحنا لجمهور الزمالك مع بعض، سقفوا بقى، سقفنا لبعض وسقفنا لهم وهم سقفوا لنا وخلاص. كابتن الخطيب بيتقدم لحسن شحاته، روح رياضيه حقه، الخطيب نجم مصر بياخد حسن شحاته نجم مصر وبيتقدم لجمهور النادي الاهلي وبيتجه سويا الى جمهور نادي الزمالك. دي الروح الرياضيه اللي احنا عاوزينها تسود ملاعبنا عشان نسعد بابطالنا. لا ده احنا كده لازم ننبش في الماضي بصراحه، مش كده؟ طبعا حاجه جميله لما يكون في لقطه مضيئه زي دي لازم تبرز ولازم يتحكي عنها ولازم يتفهم دلالتها يعني. عشان كده تستمتع جدا بكلام الكابتن حسن شحاته عن الاهلي وكلام الكابتن فاروق جعفر عن الاهلي، ولا يمكن ان تصدر منهم عيبه في حق النادي الاهلي. نجوم كبار حضر وقت جميل بالظبط، زي لما تسمع كابتن يعني انا كنت واحد من الناس كل نجوم يعني الفرقه، كنت صديق مقرب لكابتن عبد العزيز وكابتن شوقي وكان سهرتنا المستمره مع الكابتن غانم سلطان ونروح له عندهم محل فاكهه كبير، وكنا نروح له نقعد عنده وبعدين ناخده ونروح بيه في حته، كنا اصحاب كلنا مع بعض. ويعني رغم ان انا كنت اكبر شويه بس الـ انا بقول لك حضرت الروح دي، ويباتوا في بيوت بعض واصحاب جدا يعني. طيب اذا ما بلاش نتكلم في الماضي، لكن لو على الحاضر هو تتويج مستحق واسباب موضوعيه. التتويج المستحق اللي حصل للاهلي السنه دي هي بطوله اغلى من كل البطولات. اللي حصل السنه دي في بطوله الدوري وحصول الاهلي عليها، لاسارتي مارتن لاسارتي المدير الفني له حوار النهارده وانا شايف جريده اسبانيه، قال تعبير مهم جدا، الفوز الاهلي بالدوري السنه دي خلانا اتاكد من مقوله او حقيقه ان كره القدم ما فيهاش مستحيل. ما هو لو جه وشاف الثقافه بتاعتنا بثقافه الاهلاويه المستحيل مش اهلاوي. بس قال كلام كمان، قال لك كنت اتمنى ان انا احتفل مع لعيبتي قدام جماهيري، الاهلي عنده جمهور كبير لحد جدا النهارده، ما كان يستحق ان هو يحتفل بالبطوله طبعًا قدام طبعًا جمهوره طبعا. وقال تعبير حتى قال لك الكره التلفزيونيه دي لا تقنع، الكره لازم مدرجاتها تكون مليانه، لكن لو الفكره بتلعب كوره للتلفزيون دي مساله ما بترفعش حتى المستوى. قال لك اللاعب محتاج هذا الباور من الجمهور مؤكد. فنتمنى جدا نتمنى ان ده ان شاء الله
يؤخذ في الاعتبار بشكل جاد. تتويج مستحق وأسباب موضوعية وراء حصول الأهلي على بطولة الدوري السنة. ناس كتيرة اتكلمت، لكنه آراء مذيعي أو مقدمي برامج التوك شو آراءهم لما بيتكلموا في الكورة والرياضة بيبقى مهم. أولا هما باصين للمسألة من منظور مختلف، ثانيا عندهم رؤية غير مستهلكة زي بقية المحللين والنقاد الرياضيين، رؤيتهم دايما وأبدا فيها شيء من العاطفة بس فيها شيء من الموضوعية. صديق العزيز محمد علي خير في القاهرة والناس يرصد أسبابا موضوعية لتتويج الأهلي بالدوري، نشوفه. الأهلي فاز يا أخوانا لأن الأهلي ضغط على الزمالك نفسيا لما قرر يعين سيد عبد الحفيظ مدير للكرة. وهذكركم تصريح شهير لكابتن عادل القيعي أو مهندس عادل القيعي، قال إن حسم بطولة الدوري خارج الملعب. طبعا الزملكاوية قالوا أو بعضهم يبقى شرع حكام وكلام. القصة لم تكن كده، ولكن كان في حرب ذكاء، حرب نفسية. سيد عبد الحفيظ قعد يصر من أول ما استلم مدير الكرة، الأهلي بطل الدوري، هناخد الدوري، احلم على قدك. بص كلام نفسي، الحكم ده ملاكي، الحكم ده مش ملاكي، عمل لك شغل إعلامي نفسي. تاني سبب خلى الأهلي يفوز بالدوري إن الأهلي بعد ما خسر بطولة دوري أفريقيا قال أنا مش هلعب كأس السوبر، أنا هركز في الدوري، ولا سوبر سعودي مصري ولا سوبر مصري ولا الكلام ده، وقال لا أنا هركز في الدوري، وده أعنف دوري وبيسموه بطولة دوري تاريخية. ليه؟ لأن ما كانش المنافس نادي الزمالك بس، ده كان نادي جديد اسمه بيراميدز، صرف عليه صاحبه آل الشيخ مليار جنيه عشان يجيب لعيبه، وصاحب بيراميدز دفع مرتب المدير الفني للزمالك وتمويل صفقات اللعيبه. فالاهلي قال انا هركز في البطوله. ثالث سبب خلى الاهلي يفوز ان الاهلي حول الازمات الى حوافز للعيبه. يعني الاداره عزلت نفسها عن المشاكل والقل والقال، ما شفناش الخطيب رئيس النادي الاهلي يتورط في اي تصريحات. خلاص في سيد عبد الحفيظ مدير الكوره بيتكلم بس كده. الاهلي كمان في رابع سبب لفوز الاهلي بالدوري، قارنوا صفقات الاهلي وصفقات الزمالك، الصفقات الشتويه. الاهلي نجح انه يضم 3 لعيبه بس. ال3 لعيبه دول اللي ضمهم في يناير، اللي منهم حسين الشحات ورمضان صبحي وجيرالدو، ال3 لعيبه دول جابوا 9 اهداف، انا جايبها لكم بالارقام، وعملوا 30 اسيست. يعني الاسيست هي الكوره، اخر كوره قبل ما تدخل المرمى، يعني صنعوا 30 هدف، باصوا الكوره للاعب، اللاعب ده هو اللي جاب الجون. فمتخيل 30 اسيست، يعني بالبلدي الثلاثه دول جابوا 39 جون. فطبعا كان في حسم رائع للبطوله. خامس حاجه، أن الأهلي لم يفرط في أي هدية اداها له الزمالك. يعني الزمالك كان يتعادل فيخسر نقطتين، يتغلب، تلاقي الأهلي في الماتش اللي بعده يعوض النقاط. بدليل الأهلي في آخر 10 مباريات 30 نقطة، خسر منهم 5 نقط، هزيمة من بيراميدز وتعادل مع الإسماعيلي، وحصد 25 نقطة. الزمالك بقى في آخر 10 مباريات الوضع كان مختلف، خسر 12 نقطة من أصل 30 نقطة، هزيمتين و3 تعادلات. فالأهلي خد 25 نقطة في آخر 10 مباريات، الزمالك خد 18. دول 5 أسباب موضوعية خلت الأهلي يتوج بالدوري.
طبعا الاستاذ محمد علي خير صديقك وصديقي وراجل اهلاوي جميل، لكن استطاع ان يرصد 10 اسباب كلهم الحقيقه لما تفكر فيهم حصل. ولكن اهم كلمه كيف تحول الازمه الى حافز ايجابيه. السلبيه تستفيد منها تبقى ايجابيه. هي دي عبقريه معالجه الازمات والخروج من الكبوات. بس انت لو كنت تقلت كده وصبرت مع الاستاذ فرج عامر، ده مسترسل قال كلام مهم جدا. لما بنقول محتاج هنرجع بس ثانيتين كده، كان قال المهندس فرج عامر في التويتر اللي انا عرضتها على حضراتكم في الفقره السابقه، قال كانت على الفيسبوك، قال قبل النهايه بدقيقتين هنا بوريدة قال لي، ده في نهائي الكاس بقى، هنا بوريدة قال لي انا مش فاهم الاحتقان ده سببه ايه. قلت له انت السبب، كان ترتيب الاوراق وصنع النتائج وسرقه التعب والمجهود هي ابسط لعب اتحاد كره القدم السابق الذي يجب ان يحاكم علنيا وفي ميدان عام عما ارتكب من جرائم في حق كره القدم المصريه. وقال الاهم من ذلك انه الاخ احمد مجاهد وبيصفه بانه عشماوي الكره المصريه سابقا بعت لي تهنئه بالعيد، يعني يقتل القتيل ويمشي في جنازته. والله العظيم لو قلت كل اللي عندي واللي شاهدته علنا واللي يعرفه كل من له علاقه بالوسط الكروي هتكون فضيحه العصر. هنا انا بقى مش مع السكوت، هذا هو السكوت الذي ليس من ذهب. استاذ ابراهيم المهندس فرج عامر ده كان رئيس وقتها لجنة الشباب الرياضة بمجلس الشعب الرقيب على الأداء الرياضي على كل الأجهزة التنفيذية في الدولة. لا، اللجنة دي هي بالذات المعنية بالرياضة. لا طبعا، فهي الرقيب المباشر على الأداء الرياضي الوسط الرياضي كله. فما ما كان ينبغي أن يمر هذا الأمر مرور الكرام، وربما هو تحرج لأن الموضوع يمسه ومس فرقته. لكن كلامه النهارده لابد من التوقف امام في جرائم لا تسقط بالتقادم، مش كده؟ اه طبعا، خاصه انه يقول لك انا لو قلت اللي عندي هتبقى فضيحه العصر. مش فكره العصر ولا المغرب، فكره انه ما دام في تجاوزات كبيره ارتكبت وهو عليها دلائل الموسم اللي فات ما ينفعش السكوت. الموسم اللي فات اصل مش محتاج، ده دي حاجات حصلت قدام الناس كلها. لما نادين يبقى من ميزانيه واحده بيصرفوا تقريبا، صحيح، يعني ما هو يعني في ايه تاني؟ والاشاده يعني لما نادي يكسب الكونفدراليه يقول لك نشكر فلان فلاني هو السبب في البطوله بالدعم. كان كله تكتل ضد الاهلي، كانت محاولة لإسقاط مجلس الإدارة والضغط على الكابتن محمود الخطيب وإفشال مشروع الأهلي بشتى الطرق. لكن أنا ليه قلت لك اقرأ الأهلي كسب قبل ما تنقل الجملة الأخرانية؟ الفقرة اللي قريتها أنت دلوقتي دي وكانت مهمة جدا، لأن هو بيطالب بفتح التحقيق. أنا مش عايز بقى أوصل إلى هذا المدى، يعني يا ريت طبعا يحصل حتى إن كان في هذا صعوبة، بس عشان كده بقول لك المرحلة اللي احنا فيها دي هي أخطر مرحلة على الكرة المصرية، وهي مرحلة البناء للمستقبل، وهي مرحلة التوقف للاستفادة من كل أخطاء الماضي وعدم تكرارها. أنا عشان كده بقول لك رئيس اللجنة يجب أن يكون رجل دولة يعي كل هذه الأهداف. لابد اللجنة دي تفهم أنها عليها مسؤولية تاريخية. ما ينفعش انتماءاتنا تكون موجودة في اللجنة دي، ما ينفعش عدم خبراتنا تكون في اللجنة دي، ما ينفعش غير ان لجنة تيجي تؤسس للمستقبل عشان نلحق بكرة القدم الحقيقية، لان عندنا من المواهب اللي يسمح لنا بهذا الامر، ينقص التنظيم. طيب، برغم كل هذه الظروف توج الاهلي، والحقيقة كان من المدهش والغريب انه الناس من بدري قوي استبعدت الاهلي من الترشيحات، ورشحت الزمالك، وفي ناس رشحت بيراميدز. دكتور طارق الادور الصديق العزيز، الناقد الرياضي والمعلق الرياضي والطبيب النابغ، له راي لما قال ان الزمالك هياخد الدوري واستبعد ترشيح الاهلي، كان عنده من الامانه والموضوعيه انه يرجع يعتذر. نبدأ الكلام مع حضرتك كده من نقطة ليه الأهلي قدر يفوز بالدوري، الدوري اللي كان صعب بالنسبة للنادي الأهلي كمان.
الحقيقة قبل ما أقول لك الحتة دي لازم أعتذر لكل الجماهير وأعتذر لكل المشجعين وأعتذر لكل الناس إن أنا كنت من واحد ممن تنبأوا بفوز الزمالك بالدوري وكان بدري قوي وتوقعت إن الزمالك يفوز بالدوري. استندت في هذا التوقع إلى عنصرين أساسيين. العنصر الأول إن الزمالك كان فريق كويس قوي وإن الزمالك ابتدى بداية كويسة جدا وإن الزمالك ما كانش بيخسر نقاط كتير زي وإن الأهلي كان متعثر والأهلي لم يكن في حالة جيدة إصابات وفنيا وكل تاريخيا الأهلي كتير قوي بيكون في هذا الموقف وبيرجع بيعمل ريمونتادا وبيرجع في النقاط. طب اشمعنى السنة دي أنا توقعت الزمالك؟ لأني ما تخيلتش إن مهما الأهلي الزمالك فقد من نقاط الأهلي بيفقد نقاط وبالذات إن ده حصل على مدار المسابقة. أما الأهلي رجع من بطولة أفريقيا الأولانية اللي هي خسر في الترجي من النهائي وكان لازم يعوض فارق 24 نقطة الزمالك سابقه بيها فأول مباراة لعبها وقع قدام المقاولين العرب وخسر قدام المقاولين العرب فزود الفارق يعني أنت عايز تعوض فارق مش عايز تخسر المزيد. بعدها بمباراتين اتعادل مع الداخلية ففقد نقطتين تاني بعدها بمباراتين تاني راح خسران من بيراميدز يعني خسر 8 نقط في 5 مباريات لعبهم بعد فترة البطولة أفريقيا. فالأهلي بيفقد حتى لو الزمالك فقد مش هيقدر الأهلي يعوض هذا الفريق. هو اللي متوقعوش دكتور طارق وهو راجل بتاع تحليل يعني أنا الأهلي بعد 8 نقاط النقاط دي ما فقدش غير نقطتين. الحقيقة ريمونتادا قوية وهو ده اللي كسب. هو ده فكرة لما كابتن سعيد كان بيقول أنا ما يهمنيش أبقى البطل في شهر فبراير أنا عايز أكون البطل آخر الموسم لأن في قبل فبراير شهدت كل العثرات اللي بيتكلم عليها دكتور طارق. لكن بعد كده الحقيقة الصحوة التي كان عليها الأهلي ما بيفقدش وبيكسب وفي اللحظات الأخيرة ودي هتقولي اشمعنى الشهرين اللي بعد يناير في ارتباك وبعد كده هي مرحلة الاندماج والانصهار لما العناصر الجديدة تبدأ تعشق مع القديمة ورجعت الإصابات وابتدى الفريق يجد هويته وشخصيته واستطاع أن يستمر. فكمان هو عدد طيب دكتور طارق الأدور اعتذر عن تجاهل الأهلي وترشيحه للزمالك بس عدد بقى 5 مش 10 بس عدد أسباب تتويج الأهلي صحيح نشوفهم. أنا لخصت كده قلت 10 عناصر أساسية ليها دور كبير في فوز الأهلي بالدوري. نمرة 1 قاعدة تدوير اللاعبين. الأهلي دور اللاعبين مرغم على عكس نادي الزمالك مرغم خلي بالي كتر الإصابات دي كانت مشكلة بس زي ما بيقول كده المثل رب ضارة نافعة. الضرر اللي وقع على الأهلي بإصابات كتير من اللعيبة خلى الجهد بتاع الموسم يتوزع على عدد كبير من اللاعبين لدرجة الأهلي أشرك الموسم دوت في المسابقات المختلفة 43 لاعب اتوزع عليهم الجهد. الزمالك كان عنده 13-14 لعيب شالوا الموسم كله يعني باستثناء الاساسيين اللي بنتكلم على جنش وبنتكلم عن النجاز وعبد الله جمعه وفي القلب محمود علاء وجنبه الونش فرجاني وطارق حامد. التشكيله دي مين اللي دخل عليها؟ تلاقي جوه في القلب مثلا محمد عبد السلام ومحمد عبد الغني شويه نص الملعب محمود عبد العزيز شويه تحت راس الحرب يعني العدد اللي اشترك ما بين 13-14 لاعب اتوزع عليهم مجهود الموسم الكامل. كانت النتيجه السقوط المروع في النهايه وفقدان النقاط. فقلنا تدوير اللاعبين. نمره 2 ان النادي الاهلي كان الطبيعي بعد ما خسر من بيراميدز في ماتش العوده يعني خسر ذهاب وعوده ان كان لاسارتي لو النادي الاهلي زيه زي انديه كتير بالسلامه لاسارتي لو كان لاسارتي مشي كان الاهلي فقد الدوري لان الاستقرار ان باقي الجهاز زي ما هو وفكره هو وفترة حساسة من الموسم عكس الزمالك اللي غير جروس قبل النهاية بثلاث ماتشات فطبعا انت بتغير مدرب فاضل 9 نقط بيحسمه لقب ده كان غلطة كبيرة. نمرة 3 امتلاك مقومات البطل. طول عمره الاهلي عنده مقومات البطل دايما في الاوقات المناسبة بيظهر ويبقى اللعيبة عندهم صلابة. احنا عجبنا في منتخبات كاس الامم الجزائر ليه؟ عشان الروح القتاليه الاهلي عنده الشراسه والروح القتاليه دي بتيجي في الاوقات الحاسمه من الموسم. نمره 4 تجاوز الضغوطات دايما
اما اجيب ثلاث نقط في الاسبوع الاول او الثاني او السابع او الثامن غير اما اجيب الثلاث نقط دول في الاسبوع ال 30 وال 31 وال 32 وال 34 ده غير ده خالص. ايوه في هنا ضغوط وهنا ما فيش ضغوط. الاهلي اتعود انه بيلعب تحت الضغوطات دي افضل فريق في مصر. اما يجي يتعرض للضغوط دي بيلعب فيها اكتر. الزمالك جاء تحت الضغوطات خسر اغلب النقاط اللي سببت في فقدانه اللقب. نمره خمسه تعاقدات الشتاء. التعاقدات اللي عملها النادي الاهلي في فتره الشتاء وبالذات ان ما اقول رمضان صبحي وحسين الشحات وبرضه في نص الملعب حمدي فتحي عملوا فارق كبير جدا في النادي الاهلي وعوضوا الاصابات اللي كانت اثرت على عدد كبير من اللعيبه. هو قال خمس اسباب لكن هم في خمس اسباب اخرى انا عايز اكملهم على بعض ونناقشهم مره واحده. طيب فنشوف الاسباب الاخرى. نمرة ستة إن, إن, إن حصل ريكافري بسرعة لعدد كبير من اللعيبة المصابين في الوقت المناسب من الموسم. يعني إحنا بنتكلم في الموسم ده فيه 40 إصابة للأهلي مش 40 لاعب اتصابوا، لا 40 إصابة. يعني أحمد فتحي اتصاب ورجع واتصاب تاني ورجع وتلاقي فريد سليمان اتصاب 3-4 مرات وتلاقي أحمد الشيخ اتصاب مرتين تلاتة. يعني في لعيبة أصيبوا خلال الموسم الواحد أكتر من مرة. ففي 40 إصابة مختلفة. إزاي أنا أرجع اللعيبة خلال الموسم ده؟ دي نقطة تفوق وكانت دي نمرة ستة. نمرة سبعة بقى بص النقطة دي مهمة جدا. اتفضل. ممكن لعيبة الأهلي نفسهم ما كانوش مصدقين إن هم ممكن يرجعوا للدوري. اللعيبة نفسها مش مصدقة. بس الجمهور مصدق. هتقولي طب الجمهور هو الجمهور هيلعب؟ لا، الجمهور هو اللي ادى الثقه للاعيبي الاهلي ان هم هيرجعوا. يعني حتى وانا ما عنديش امل ان انا ارجع الجمهور شايفه زائقني فانا بطلع كل الطاقات اللي جوايا. ودي نقطه مهمه جدا. عارف بقى عايز تعرف المقابل جمهور الزمالك ممكن يبقى فاضل ماتش واحد وهياخد الدوري ما يبقاش عنده الثقه دي، ما يبقاش عنده هذا الكم من الثقه. نمره 8 الجماعيه وانكار الذات. في جماعيه في النادي الاهلي وانكار ذات. يعني بتلاقي فرقه تانية لو لعيب قاعد احتياطي شويه يزعل وتبتدي تنشق الفرقه. ايوه لا هنا كان والدليل ان تلاقي لعيبه كانت من نجوم الموسم ومن نجوم الاهلي على مدى تاريخه يعني زي احمد فتحي قاعد بره مش مشاكل قاعد وقلبه مع الفرقه. حسام عاشور شفت لما جاء الجول الثاني للنادي الاهلي وهو واقف ورا الجول بيسخن، شوف التفاعل بتاعه. وهو السنه دي اقل موسم في تاريخ النادي الاهلي لعب مباراه في الدوري 11 مباراه فقط. لسه كنا بنتكلم كمان من كام يوم مع كابتن شريف اكرامي حارس مرمى النادي الاهلي واللي برده مش بيشارك بشكل اساسي خالص الموسم ده مع النادي الاهلي واللي بيتكلم فعلا عن نفس النقطه دي. هو ليه دور ودور مهم جدا قادر ان هو يعمله من مؤازره لمحمد الشناوي ومن بياكد ان هو واحد من كوادر النادي الاهلي ومن الدفع والدعم. دي النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها. انا انت لسه كنت هقول لك شريف اكرامي كمثال. الثلاثه اللي ما بيلعبوش نجوم احمد فتحي وشريف اكرامي ونتكلم وحسام عاشور لعيب التاريخي للنادي الاهلي اكتر لاعب حصل على بطولات في تاريخ الكره المصريه. فكل دول عادي الفريق لحمه واحده في الوقت المناسب كان لحمه واحده. تعالي بقى لنقطه مهمه جدا برضو النقطه رقم تسعة. ايه هي رقم تسعة؟ تحصل بقى ايه حرب كلام. ايوه الحرب الكلام دي الزمالك كان كل لما يطلع حد من الزمالك يتكلم عن الاهلي. يا عم ما تتكلم على فرقتك، لا اتكلم على الاهلي. لا بس الاهلي بس حق يتقال. كان تصريحات من الناحيتين انا معاك بس في جامل. الوقت المناسب ده مركز وده مش مركز. افكروني بايه؟ ب 2009 10 2011 حصل ايه؟ الزمالك كان متقدم بست نقط. جه الاهلي عوض جمال وجوزيه راح مصدر الضغوط كلها على الزمالك وقال للعيبه انا مش عايز دوري. هو جه قال انا مش هلعب على الدوري فحرر اللعيبه من الضغوط خالص 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 وصدر الضغوط كلها الناحيه الثانيه. ده اللي حصل دلوقتي. الضغوط كلها الناحيه الثانيه والارتباك كله الناحيه الثانيه والنادي الاهلي ماشي بسلاسه. اخر نقطه بقى الاصابات اللي هي كانت زي ما قلت رب ضاره نافعه وزعت المجهود على عدد كبير من اللاعبين وسببت الروتيشن الاجباري او تدوير اللاعبين الاجباري. فارق من انا كمدرب عندي الرفاهيه انا بقول النهارده مش هلعب حمدي فتحي هلعب حسام عاشور، بكره مش هلعب وليد ازارو هلعب مروان محسن. دي برفاهيه. لكن في انا مجبر ان انا في وقت من الاوقات كان عند النادي الاهلي ثلاثه رؤوس حربه وليد ازارو وصلاح ومروان محسن وصلاح محسن. الثلاثه اتصابوا. النادي الاهلي في الانتقالات الشتوية قال ايه؟ اجيب عمرو جمال. أيوة. الرابع اتصاب. الاربعه رؤوس حربه. ده هنا مفيش رفاهيه، في مضطر ان انا اقدر اعوض الاصابات دي.
يعني الإصابات رب ضارة نافعة. وهنا النقطة اللي لازم الناس تفهم، لماذا بدأ الأهلي متعسرا؟ حجم الإصابات في النجوم، ألمع النجوم ده، أنا حتى يعني قلت لك في حلقة من الحلقات زي ما يكون قناص بيدور على نجوم الأهلي ويعورهم، يصطادهم واحد ورا الثاني. فترة طويلة غاب أزارو، فترة طويلة غاب أجاييه، فترة صحيح. طويلة غاب علي معلول، فترة ألمع النجوم كانوا بيغيبوا عنك، وطبعا بالإضافة إلى رامي ربيعة، بالإضافة إلى سعد سمير، فبيجي لك وقت ما كانش عندك سرد باك. فطبعا الإصابات الكتيرة دي يمكن لما رجعت ودعمت أدت عملية التدوير حقها. الدور الإداري اللي خارج الملعب اللي احنا هنفرد له الفقرة اللي جاية بس بصوا الدكتور، وعلى ذكر ان طارق الأدوار الراجل دكتور طبيب، حتى كلامه على الإصابات، وهي يا جماعة الناس لما الإصابات كترت في فرقة الأهلي أو بالشكل اللي الدكتور طارق الأدوار اتكلم عليها، الناس جنحت بقى للسحر والشعوذة ومعمول العمل والكلام الكتير اللي اتقال. الأهلي جنح للعلم، جنح للعلم، وفاكرين انتوا كيف أدار الكابتن محمود الخطيب هذا الملف الصعب؟ اللجنة الطبية برئاسة الدكتور أحمد عبد العزيز. إنه يشكل لجنة طبية فيها قمم الطب في مصر برئاسة العلامة الدكتور أحمد عبد العزيز، ويجيب أساتذة كبار جدا في إصابات الملاعب المختلفة عشان يشخصوا الحالة، وعشان يقولوا تفسير علمي، وعشان يتم التصدي لهذه الظاهرة. وبالفعل تقلصت الظاهرة. فلو في أسباب موضوعية حقيقية هو ده اللي بيحصل، هي دي منظومة العمل الإداري بشكل علمي وبشكل فيه من الخبرات يخلي الفريق يعمل هذه الرومنتادا التاريخية اللي هيذكرها التاريخ كتير، واللي خلت نجوم الفرق المنافسة هم اللي يشيدوا بالأهلي في لحظة من الموضوعية. تسمع الكابتن حازم إمام في لحظة من الموضوعية، تسمع الكابتن تامر عبد الحميد في لحظة من الموضوعية، تسمع كمان الكابتن أيمن منصور. النادي الاهلي طبعا عنده كان الاصرار، وعنده ان هو عايز يواصل وعايز يلعب لاخر مباراه، واراد فعلا عنده هدف ان هو عايز ياخد بطوله او يحصل على بطوله الدوري، فده المراد ان هو في الفكر بتاعه، وقدر يحصد اللقب الكبير طبعا، لقب الدوري العام المصري. فانا شايف ان فرحه النادي الاهلي طبعا تستحق، لان هم برضو يمكن طول الدوري عندهم برضو العزيمة، وتحس ان هم عايزين يقربوا من نادي الزمالك، ورغم الفرق الكبير طبعا كان في التنظيم وكان في التحضير ما بعد أمم أفريقيا، ان هو عايز يوصل للهدف دوت. واللي خلاهم كده اكتر يا كابتن مدحت التنظيم اللي هم عملوه في 48 يوم دول، تحس ان في فرقه راجعه منظمه، في فكر للمدير الفني، في عناصر اساسيه، في تنظيم للفرقه، في اللي هو الشكل والاسلوب. شفنا النهارده الشكل والاسلوب عامل ازاي. على الرغم ان النادي الاهلي كانت المباراه بالنسبه له سهله، الفريق المقاولين لا منه هاجم قوي ولا تحس ان هجوميا ضعيف، دفاعيا اضعف، فبالتالي النادي الاهلي برضو نفذ عليه الاسلوب بتاعه اللي هو عايزه، اللي هو فريق منظم وعارف عناصره الاساسيه اللي هبدا بيها ايه. طبعا مع ان طبعا الفكر المدرب لاسارتي رغم الصعوبات والمنحنيات اللي كان فيها النادي الاهلي، استقرار الجهاز الفني يا كابتن مدحت، فاستقرار الجهاز الفني من نجاح النادي الاهلي طبعا. ان انا شايف ان برضو النادي الاهلي النهارده تحس يا كابتن ان الاسلوب بتاعه طبعا في مجموعات لعب، في اطراف بتلعب، وحتى الاهداف شفناها ان حسين الشحات ما شاء الله حاجه جميله جدا، وانها عودته النهارده، وده برده نجاح للاسارتي ان هو مصمم عليه، يعني مصمم عليه. كنا بنقول في البدايه برده ان هو لعيب عارف الامكانيات بتاعته، ويمكن المباراه النهارده شفنا طبعا النادي الاهلي بيلعب على الجناب بشكل رائع كابتن، يعني عامل اتساع للملعب كويس قوي، يعني لو شفنا مثلا في الدقيقه 3 مثلا والدقيقه 11 والدقيقة 30 هنروح بعد شوية للكلام اللي هو لكن احنا بنقول برضو النادي الاهلي حقق المراد وعمل اللي هي اللي زي ما تقول المعجزة اللي هي حصوله على الدوري. تلخيص علمي، تلخيص دقيق، تلخيص منصف. أيوة. منصف يا اخوانا. أيوة. الناس بتنصفنا، احنا مش عايزين ننصف نفسنا، يعني ما يخليش وجهة نظر معلبة ان بيعمل ايه لاسارتي ده.
الراجل شايف جمل وشايف توسيع للملعب وشايف اطراف بتلعب وشايف ده، ما بيجيش اعتباطا يا اخواننا، بيجي نتيجه فكر وتدريب. مش ممكن ما نكونش في احسن حالاتنا، وممكن يكون عايزين احسن من كده، ده مؤكد مش ممكن، وممكن امكانياتنا تسمح لنا باكتر من كده، ولكن نقف مع فرقتنا وشيء من الانصاف هنوصل اللي احنا عايزينه باذن الله. لكن ايضا عايزين نشوف تامر امين قال ايه. اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. مش عارف ليه كتفي بيوجعني، الحته الحمراء دي بالذات ضايقاني دلوقتي بعد ما بلغنا ان الاهلي احرز الهدف الاول. مش بلغنا، ده احنا بلغنا وشفنا ان الاهلي، خليها كده شويه، الاهلي احرز الهدف الاول. سلك حلو، عجبني السلك، مالكش دعوه. الاهلي احرز الهدف الاول دلوقتي في الدقيقه 27 من الشوط الاول عن طريق علي معلول، علولو، اللي انا شايف انه يجب ان يمنح الجنسيه الاهلاويه، لو في جنسيه اهلاويه يجب ان يمنح علي معلول. حقيقه واحد من اهم لاعيبه النادي الاهلي، الظهير الايسر لنادي الاهلي ومنتخب تونس، واللي مش عارف ازاي مدرب منتخب تونس ما خدوش معاه كاس الامم الافريقيه، مش فاهمها ومش عارفها ومش عاقلها، ومفيش عاقل يعمل كده. يعني احسن ظهير ايسر باك شمال في افريقيا كله ما يتخدش، مش معروف. بس الحمد لله عشان يحافظ على مجهوده ويحرز الهدف الاول دلوقتي، وان شاء الله الدنيا تكمل على كده باذن الله، ساعتها نقلع كل الابيض ده ونحافظ على الاحمر بس. طيب ده كلام يعني عن الاسباب من وجهة نظر، لكن هناك اهداف خارج الملعب استاذ ابراهيم. ايوه، اهداف بمعنى اجوال، مش أيوة. اهداف تم تحقيقها وتم رصدها من قبل حضرتك وفريق الاعداد بعد ما اتفقنا ان الفقره دي لا تقل اهميه عن اي اسباب اخرى. طيب اللي فاتت كانت الاسباب الموضوعيه وراء هذا التتويج المستحق والتتويج التاريخي، لكن في اسباب اخرى او في اهداف اخرى خارج الملعب خلت هذا هدف تم تسجيلها خارج الملعب، احرزت ببراعه وبمهاره من خارج الملعب وادت الى ما يحدث في الملعب. لولا اللي تسجل بره الملعب ما كانش اللي جوه الملعب هز الشباك. اجمل هدف خارج الملعب كان السنة دي تعلق بالحالة المادية والاقتصادية للنادي الأهلي في توقيت صعب جدا جدا، تم اللي هو مكن النادي الأهلي انه ينفذ كل خططه بالظبط. عشان تشوفوا وراء كل عمل كبير رجال مخلصون بجد، وأسباب موضوعية وجهود محترمة ولحظات تاريخية لابد أن تسجل. يوم 9 سبتمبر 2018 تحدث الكابتن مدحت شلبي في قناة بيراميدز وقتها عن ما حدث للأهلي. نشوف. الكابتن الخطيب يشكل لجنة لبحث فسخ التعاقد مع شركتي صلة وسبورت. قلت لحضراتكم يوم الخميس انه شركة صلة ارسلت خطابا رسميا الى النادي الاهلي بمبررات واقعية ومنطقية العقد، وبعتت جواب رسمي بهذا الامر. وقلت انا برضو اول امبارح انه مسألة هتاخد وقت، توكس تايم، فيما يتعلق بالنادي الاهلي علشان يقدر يتعاقد مع شركة اخرى، لانه صلة قررت اللجوء الى الكاس والى التحكيم الانجليزي، ومن ثم طوال فترة التقاضي النادي الأهلي لن يستطيع أن يتعاقد مع شركة أخرى للرعاية. لا طبعا، الأهلي ما كانش عنده طرف إهدار الوقت. في ظل رغبة عارمة من شركات أخرى مصرية وجادة جدا جدا، ومن ضمنها المؤسسة الكبرى الأهرام، أن يكونوا متواجدين، عارفين قيمة الأهلي التسويقية. هي المسألة ما في حدش هيجاملك ويديك فلوس، اللي هيديك قرش عايز يطلع من وراك ثلاثة أو أربعة أو خمسة. فالنادي الأهلي استطاع وبسرعة أن يتجاوز هذه الأزمة الخطيرة اللي ممكن تشل، لأن الأزمة المادية تشل أي سياسة. ده هو حتى كابتن مدحت قال لك يعني ما دام شركة صلة راحت للتحكيم
فطوال فترة التقاضي اللي هتطول الأهلي لن يتمكن انه يبرم. انا بقى عايز انك تثق في موقفك. أيوة. وعايز شجاعة اتخاذ القرار. أيوة. وعايز انك تخوض الموقف بكل احتمالاته وهم بالزبط. فعلوا النادي الأهلي، لا مش هنضيع وقت. طيب. وهنلجأ للتحكيم. التواريخ المهمة والأرقام ذات الدلالة، في 31 مايو صلة تفوز برعاية النادي الأهلي مقابل وصل تقريبا لحوالي نصف مليار جنيه. 31 مايو، 5 يوليو صلة تفسخ التعاقد مع الأهلي. 4 يوليو سبورتا تفوز بحق رعاية ملابس الفريق الأول. 26 سبتمبر يعني يدوب تاني شهر على طول سبورتا تفسخ التعاقد مع الأهلي. وقال الكابتن مدحت اللي انتوا سمعتوه انه خلاص الاهلي باح، لا هيصرف ولا هيلبس. الاهلي باح. الاهلي باح ومجلس الاداره في ازمه، والكابتن خطيب مش هيعرف يجيب لعيبه ومش هيعرف يكمل الانشاءات، والدنيا زي ما انتوا شفتوا ويمكن ما يكملش. ويمكن ما يكملش. طيب ايه اللي حصل عشان تعرفوا كل حاجه كبيره وراها جهود كبيره لناس مخلصه بتتجاوز اشد المحن. تفاصيل الموسم اللي عدى ده يتكتب فيه كتب، وهيجي وقت هيكشف الكثير من كواليس وتفاصيل واسرار هذه الفتره الصعبه جدا وكيف تجاوزها النادي الاهلي بكل قوه. لانه لو تتذكروا بدايتها كانت كلمه من الكابتن محمود الخطيب في تقديري الشخصي كانت الحفاظ على هويه النادي الاهلي، انه مع الاحترام والتقدير للجميع لكل المحبين والداعمين، لكن لن يحكم الأهلي إلا مجلس إدارة الأهلي ولن يتدخل في قرار الأهلي أي حد. دي كانت جملة الحفاظ على هوية الأهلي في أصعب الظروف، وتحمل مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب كل التفاصيل اللي انتوا تابعتوها إلى أن وصل بالفريق إلى منصة التتويج في زمن صعب جدا وظروف قاسية قوي يا باشمهندس. مؤكد يعني انت قلت التاريخ هتقف أمام هذا الموسم بكل دروسه، لكن أنك أنت بسرعة وده تاني وتالت وعاشر بيؤكد على القيمة التسويقية للنادي الأهلي والرهان الكسبان اللي مش ممكن يخسر على قيمة النادي الأهلي التسويقية اللي هي بتبقى هدف لأي راعي أن يكون موجود عارف أنه هيكسب من ورا النادي الأهلي. فبسرعة تيجي بريزنتيشن تخش كلام المهم جدا. تسويقيا اللي بيقوله المهندس عدلي، تسمع الاستاذ محمد كامل وهو بيعبر عنه؟ اتفضل نشوف الاستاذ محمد كامل رئيس برزنتيشن وهو بيتكلم عن صفقه توقيعه مع النادي الاهلي بعد ما كان الاهلي عمل عقد شركه الملابس امبرو علشان يعمل عقد الرعايه مع برزنتيشن، ويكون راي الاستاذ محمد كامل مهم. الف مبروك برزنتيشن. يعني بالنسبة لي لحظات تاريخية بالنسبة لي وبالنسبة لكل زمايلي اللي النهاردة مشرفيني كلهم. أنا لو مت النهاردة تقريبا ما فيش أي حلم من أحلام حياتي ما حققتوش بعد ما خدنا رعاية النادي الأهلي. وأنا شخصيا يعني باسم كل أعضاء شركة برزنتيشن سبورت وباسم المجموعة الجروب اللي احنا بننتمي إليه جروب إعلام المصريين، يمتلكني يعني فخر ما بعده فخر وشرف ما بعده شرف، وأنا بحاول أمسك نفسي على قد ما أقدر يا جماعة. بس الحلم ده حلم البرزنتيشن غايب بقاله كتير جدا وأمل كبير جدا، واعتقد الكابتن دلوقتي لما قال ان احنا لازم نبقى مبسوطين وفخورين امر يعني طبيعي جدا ان احنا كشركه في خضم كل الشغل اللي اشتغلناه الفتره اللي فاتت والسنين اللي فاتت انه نتوج النهارده برعايه النادي الاهلي. كلمات مهمة لازم نتوقف عندها، لأن الأستاذ محمد كامل ده واحد من أهم رجال الأعمال اللي ظهروا على الساحة الرياضية في التسويق الرياضي وفي التسويق الرياضي وفي الرعاية. هو الرقم الصعب
اللي في هذا المجال عندما يقول لقد حققت حلم حياتي ولا مت النهاردة وما يبقاش فاتني شيء. هذه رسالة لأولئك الذين شككوا كثيرا في مصداقية العلاقة بين الأهرام والنادي الأهلي. الأهرام كان يسعى إلى الأهلي لأنه يشعر أن الأهلي الحصان الرابح في مجال الرعاية. الكلام اللي اتقال النهاردة يا جماعة كلام مهم جدا، اللي شفناه النهاردة كلام مهم جدا، وكلام من ناحية الاقتصادية بيوضح قيمة النادي الأهلي وقيمة الفوز برعاية النادي الأهلي وقيمة أنك أنت تكسب من وراء النادي الأهلي لأنه حصان رابح ومضمون. لولا اللحظة اللي انتوا شفتوها دي ما كانش الأهلي خد الدوري. خلاصتها ما كانش الأهلي كمل منشآته، ما كانش الأهلي قدم لأعضائه كل الخدمات اللي بيحدث تطوير فيها في كل المقرات. انا عايز أقف عند دي اللحظة. هو انك انت تمشي في الملف الرياضي تعمل ميركاتو شتوي تاريخي وخيالي برقم قياسي غير مسبوق، ثم تمضي في تحقيق برنامج العائلة رعاية تطوير المقرات الثلاثة والبدء في المقر الرابع للنادي الأهلي كله متزامن. ما هي دي كلها أهداف مهمة خارج الملعب. خارج الملعب هنجلها في الحلقات الجاية تباعا، كل حلقة هنناقش هدف من أجمل الأهداف اللي احرزت خارج الملعب. لو تابعت ما يحدث في مقرات النادي الأهلي هو ده معجزة تمام. في حد ذاته هنجلها، لكنه في سياق كرة القدم لولا هذه الوفرة وهذا العقد الكبير كنت هتعمل صفقاتك ازاي؟ صفقاتك انت كنت تحملت ان انت كملت الموسم باللعيبه المتسجله وما عندكش فرصه ليها. القيد 1/12 هقول لك 2017 ما عندكش فرصه للعيبه. هقول لك حاجه مش واخدين بالنا، الناس كتير مش واخده بالها منها. هو مش كره القدم بس اللي كانت في اهتمامات مجلس الاداره. كره اليد، كره السله، كل الالعاب. وهتشوف في نهاية قريبا يعني عندما يزل الستار على موسم التدعيمات ايه اللي حصل في الفرق ده. هنشوف، لكنه هذه التدعيمات وهذا التتويج خلى حتى المنافسين يقولوا لا برافو الاهلي. عرضنا فيديو للكابتن صبر المنياوي كان رأيه فيه ايه. كابتن صبر المنياوي ايضا مدير الكرة في الاسماعيلي في تايم سبورت عن الاهلي وادارته، نسمعه. النتائج بتاعها كويس جدا. مين احسن اداره في مصر يا كابتن صبري؟ النادي الاهلي. النادي الاهلي في ايه؟ في كل حاجه. وانا طبعا يعني انا ما عرفتش طبعا المهندس محمود طاهر. يعني انا ماليش علاقه بالاهلي قوي يعني. لكن بعد ما مشي انا حسيت برضو ان هو يعني لا كادر مهم جدا، راجل محترم جدا، جداً رئيس جداً. نادي هو عجبني قوي طبعا. مع ما طلع في برنامج بيسالوا انتوا ليه الناس بتتكلم على رأس الانديه؟ قال له عشان بنستفيد. انا بفيد النادي بتاعي وانا ممكن استفيد في شغلي وكده يعني. مصالح بتمشي صريح يعني. يعني مش بياخد فلوس ولا بتاع، لا بس ممكن بس الامور بتتفتح. رئيس النادي الاهلي فالقصه بالظبط كده يعني هو قال واجهه اجتماعيه اكتر منه اي حاجه حاجه زي كده. فهل تتخيل ان في راجل بهذا الصدق يعني وهذه الصراحه؟ لا، والحقيقه انا بوافق حضرتك انه الاهلي هو اكتر نادي عنده كوادر تصلح لرئاسه النادي. كابتن كريم والعضويه مجلس انا اللي انا كنت اسمعه وانا في الشارع يعني زمان وانا صغير ان صالح سليم ده يعني شخصية وحشة جدا ومش عارف ايه وبتاعه. وبعدين انا اتعاملت معاه في الاهلي. انا كنت في زمان بلعب في الاهلي وانا صغير. والله لعبت في ناشئين الاهلي؟ والله وهو كان مدير كورة. فانا برضو نفس الـ يعني نفس الـ اللي انا عارفه عن كابتن صالح وكده يعني. بس بعد ما كابتن صالح مسك رئيس نادي الاهلي وكان بيدير نادي الاهلي بمنتهى الكفاءة وهو بيتعالج في غرفة العمليات في لندن وكده تمام. ربنا يرحمه يا رب. وبعدين سمعت الكثير بقى يعني انا كنت جوه النادي ما اعرفش، انا كنت صغير يعني، لكن انا عرفت عن الكابتن صالح سليم انه شخصيه يعني مش عايز اقول لك شخصيه كبيره جدا جدا جدا. احسن رئيس نادي في تاريخ مصر؟
هو؟ اه هو ولا في حد تاني؟ محمد حسن حلمي. جميل. وهو ده اللي انا بقوله تملي. شوف يا استاذ ابراهيم، النادي الاهلي وهجم طول السنه، ده عبر تاريخه حتى في عز تفوقه، ولكن عندما يحقق البطولات الكل يجمع ان السبب الاول والظاهر والحقيقي والمباشر هو الاداره والاستقرار. اقرا كده من اخر 15 سنه. طب ما هي دي اللي بتبقى مستهدفة طول السنة. طول السنة مستهدفة. هو مستهدفة عشان عارفين ان دي نقطة القوة. اول ما ايوه طبعا بيحاربوها علشان يهزوه. مع شوية الكلام على القيم والتقاليد اللي هي عاملة ارتكارية لناس كتير. طبعا احنا عندنا حاجات كتير يجب مناقشتها، لكن نوعدكم ان احنا هنكمل في نفس السياق ونفس الاتجاه، وهنقول لكم كلام مهم جدا يوم الاثنين الجاي باذن الله لو ما زال في العمر بقية إن شاء الله. كان لسه في محتوى كتير لأنه الأهلي ووليد أزار وحقائق وأرقام، لكن نتمنى إن شاء الله إن احنا الفترة الجاية أو الحلقة القادمة يوم الاثنين نواصل هذه المناقشة المهمة. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في 11 مساء الاثنين القادم. وأجمل حاجة تقدروا تستمتعوا بها في الختام فرحة الأهلي بطل الدوري والفنانة ليلى نظم.